كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر وافتتاحية موسم 2021-2022 دوري الشباب دوري الجمهورية، الأهلي بيستضيف النهاردة الشرقية للدخان في مواجهة قوية في افتتاحية الموسم للكابتن عمرو أنور وجهازه الفني بتشكيلته اللي هيبدأ بيها النهاردة أمام فريق الشرقية اللي الفريق الأول بتاعهم صعد للدوري الممتاز مطلع هذا الموسم وهيكون من ضمن 18 فريق في الدوري لأول مرة في تاريخه. إنما خلينا نشوف مع طائم التحكيم هيثم عثمان وكريم السعيد وأحمد أبو سريع وتشكيلة كلا الفريقين النهاردة في مواجهة نتمناها قوية، مرحلة سنية مهمة جدا بتبقى هي أهم التدعيمات للفريق الأول في كل فرقة. هيبدأ النادي الأهلي النهاردة حمزة علاء في حراسة المرمى، بنسمع اسم حمزة علاء على طول في الأربع حراس مع الفريق الأول مع مصطفى شوبير وعلي لطفي وكبرهم محمد الشناوي. النهاردة بادئ مع فرقته بقى مواليد 2001 محمد أشرف وحمدي ياسر محمد مغربي جلال أحمد، أربعة في المناطق الدفاعية معاهم أحمد أشرف وكريم سعد الله. أدي لعيبة النادي الأهلي قدامنا، حمزة علاء مع زمايله الحارس اللي بيرفع من روحهم كده قبل المواجهة. نكمل التشكيلة، قلنا أحمد أشرف وكريم سعد الله الاثنين الارتكاز قدام المناطق الدفاعية، محمد فخري هيكون هو مصمم الهجمات الرئيسي مع اثنين أطراف ملعب أحمد سيد غريب ومحمد رضا وقدام علي عمرو في المناطق الهجومية. بدلاء النادي الأهلي النهاردة محمد أشرف حارس بديل لحمزة علاء، أحمد عبد النبي محمد سلامة هاني عمرو وطه محمود وأحمد عربي ومحمد ياسر. الناحية الثانية فريق الشرقية للدخان، علي عادل في حراسة المرمى من قدام أربعة رقم 12 أحمد حاتم، عمرو زعفان رقم 3، محمد رضا رقم 6، أحمد عبد الباسط رقم 18، ثلاثي وسط الملعب محمد إبراهيم اللي بيرتدي القميص رقم 5 وأحمد عيد 19، حسين ياسر رقم 2، محمد أنور وعبد الله عيد، محمد أنور 9 وعبد الله عيد رقم 10 الشهير بشيكا، وحسن يحيى رقم 11. على دكة بدلاء الشرقية للدخان أسامة ماهر، عمر أشرف وزياد هاني، علي هشام، يوسف أسامة، أحمد بدر وأحمد علاء. بداية الموسم وانطلاقه النهاردة بلقاء الأهلي والشرقية للدخان اللي بقول لحضراتكم بيستضيفوا ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر. شايفين النجيلة بدأ المستوى يتحسن كده عن المواسم اللي فاتت، كان في اجتماع فني من شهر تقريبا مع جهاز الفني بالكامل لقطاع الناشئين بقيادة مايكل بروكيتش التشيكي ورئيس القطاع الكابتن خالد بيبو، وحطوا أهم النقاط اللي محتاجينها الموسم الحالي عشان يتطور المستوى والأداء بتاع قطاع الناشئين بالكامل بقى بداية كده من الأكاديمية وانت طالع على الناشئين وفرقة الشباب. وكانت أهم حاجة وأهم ملاحظة فنية هي تطوير الملاعب اللي بدأ نتاجه إن شاء الله هنشوفه الموسم الحالي. لسه الفرقتين بيستعدوا وبندردش شوية كده قبل انطلاق المباراة اللي هتكون قدامنا بنتابعها على الهواء. استمتعنا بالاستوديو التحليلي مع نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن اسامة حسني ونجوم التحليل الفني، اتنين نجوم كبار سواء على مستوى اللعب ومستوى التدريب، الكابتن عادل طعيمة نجم النادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم طرافولتا الكرة المصرية واحد من النجوم الكبيرة في فترة السبعينيات وبداية الثمانينات مع النادي الاهلي. لازم ننوه عن النجوم اللي الجماهير ما شافتهاش على ارض الواقع بيتفرجوا يا دوبك كده فيديوهات على اليوتيوب، انما اللي استمتع بادائهم وهو موجود الاجيال دي كانت حاجه تفرح. قلنا التشكيله هنا والتشكيله هنا، بالمره برضو قبل ما نبدا اللقاء اقول لحضراتكم تشكيل قطاع الناشئين في النادي الاهلي الموسم الحالي. قلنا اللي بيقوده مايكل بروكيتش التشيكي كمدير فني للقطاع، كابتن خالد بيبو هو رئيس القطاع، النهارده الكابتن عمرو انور مع فريق 2001، 2003 كابتن سيد غريب، 2005 كابتن شريف عبد الفضيل، كابتن احمد صديق مع مواليد 2008، وكابتن سامر عبد الرحمن مع مواليد 2006، كابتن اسامه زكي مع مواليد 2007، كابتن احمد حسن دروجبه مع 2009، وفي طبعا باقي مدربين بقى المراحل السنيه هنقولهم في الوقت المناسب. انما نتمنى موسم جيد على مستوى الناشئين والشباب اللي بيكونوا هم الدعامات الأساسية للفريق الأول في كل الأندية بنتكلم على السواء عشان نتطور بالكرة المصرية. النهاردة النادي الأهلي في فرقته اللي قدامنا مواليد 2001 عمل أربع تدعيمات قبل الموسم ما يبتدي، جاب كمال منصور من نادي بيراميدز، عبد الرحمن مهنا من نادي النصر، يوسف صديق من نادي سموحة، ومعاهم كمان حمدي ياسر قلب الدفاع اللي جابه من نادي دسوق.
ده المساعد الاول اللي قدامنا كريم السعيد، الناحيه الثانيه هيكون احمد ابو سريع مع حكم الساحه هيثم عثمان. نعيد التشكيله مره ثانيه، لقاء اتاخر شويه مفيش اي مشكله. الاهلي حمزه علاء في حراسه المرمى، اربعه في المناطق الدفاعيه محمد اشرف وحمدي ياسر ومحمد مغربي جلال احمد، قدامهم احمد اشرف وكريم سعد الله. ثلاثي وسط الملعب اللي هيكمل لقدام احمد سيد غريب ومحمد فخري محمد رضا. علي عمرو هو الاسترايكر الصريح او المهاجم اللي هيشتغل داخل صندوق الشرقيه للدخان. الناحيه الثانيه علي عادل في حراسه المرمى، احمد حاتم، عمرو زعفان، محمد رضا ميدو واحمد عبد الباسط، اربعه في المناطق الخلفيه، محمد ابراهيم واحمد عيد، حسين ياسر، ثلاثي وسط الملعب، وثلاثه في المناطق الاماميه، محمد انور وعبد الله عيد وحسن يحيى. هنبدا مع هيثم عثمان بدايه اللقاء. محمد فخري قدامنا وفي منتصف الملعب، اربع اسماء كانوا شاركوا في وديه النادي الاهلي الاخيره مع الفريق الاول، كان منهم محمد فخري بادئ النهارده، وحمدي ياسر ومغربي الاثنين المساكين، واحمد اشرف كمان، واحمد سيد غريب. كل الاسماء اللي انا قلتها دي شاركت في وديه الاهلي امام الغابه اللي انتهت بسبوعيه. يرجع لورا مغربي على حمزه علاء، جلال احمد يريحها تاني لحمزه، بيطلب منه الكره في المنطقه الاماميه هناك في الطرف الشمال عند محمد رضا. محمد اشرف هو اللي كان زايد الباك الشمال، طويله اماميه في اتجاه علي عمرو. علي يسيطر على الكره كويس ويلعبها الى محمد اشرف اللي زايد اهو من البدايه، الباك الشمال في تشكيله الكابتن عمرو انور، قدام المنطقه احمد سيد غريب، انما عملوا كثافه دفاعيه من بدري، وادي التحام وقع على الارض. عبد الله عيد شيكا اللي كان راجع لورا يعمل المسانده الدفاعيه من البدايه والتحام وياخد معاه فاول. هنشوف الحكم مدي ايه. هيثم عثمان كان ممشي اللعب، انما هيرجع تاني وبيطمن عليه بروح طيبه مهاجم النادي الاهلي احمد اشرف وكابتن التيم اهوت، روح طيبه بين اللعيبه. ونزل له طبيب الفريق الدكتور عبد الله عبد الحليم، ان شاء الله يكون سليم عبد الله عيد، مفيش اي حاجه، التحام بسيط في اول المباراه وكان قريب الحكم هيثم عثمان ادى فاول. ادي اللعبه اهي، كان البدايه عند فخري، رفع رجله شويه كده احمد اشرف لاعب النادي الاهلي واداله فاول على طول الحكم. تاني قدام المنطقه عند جلال احمد في الطرف اليمين، انما جاي له يضغط عليه احمد حاتم، رمي التماس للشرقيه للدخان. بقول لحضراتكم اول موسم ليهم في الدوري الممتاز الفريق الاول بقى. نشوف الهجمه وبعدين نتكلم. بيحلق عليها مغربي، لعيب ستايل بتاعه كويس قوي، وشفناه اللقاء اللي فات كان اتخبط كده في اخر ربع ساعه مغربي ولعب مكانه حمدي ياسر، يعني الاثنين المساكين في تشكيله لقاء النهارده شاركوا مع الفريق الاول، بتدي دفعه معنويه ليهم. تاني ملعوبه قدام ال 18 عند عبد الله عيد، يشتت الدفاع لبره على طول محمد مغربي. نص تشكيله النادي الاهلي فيها لعيبه مواليد 2002، يعني اصغر من المرحله السنيه بعام كامل، وهقول لحضراتكم ليه. كان الاهلي ضم الفرقتين الموسم اللي فات 2001 و2002، عناصر مهمه جدا. ادي تمريره اماميه من محمد اشرف، انما في فاول، ضربه حره لصايح احمد سيد غريب اللي جاي على وسط الملعب، انما هنشوفه بيتطرف احمد غريب في الجبهه اليسرى، وهيتمركز بقى قدام ال 18 لما يجي احمد اشرف رقم 10 او علي عمرو، هم اللي هيجوا كده من العمق الهجومي. ادي ملعوبه تاني، محمد اشرف عرضيه خطيره تعدي الناحيه التانيه في منتهى الخطوره. اول هجمه شرسه للاهلاويه عن طريق الجبهه الشمال اللي في اعتقادي النهارده هتكون هي اللي ليها التاثير الهجومي. المكان اللي بيلعب فيه محمد اشرف، عندنا النهارده محمد اشرف رقم 21 واحمد اشرف رقم 10 في تشكيله النادي الاهلي. جلال احمد رمي التماس، تتلعب على طول في وسط الملعب كريم سعد الله الى جلال، بيضغطوا لعيبه الشرقيه للدخان في الاماكن اللي فيها الكوره بكثافه كبيره. قادر راجع كمان على وسط ملعبه احمد عيد رقم 19. ال 10 لعيبه موجودين في وسط ملعب الشرقيه للدخان. احمد اشرف يمررها حلو، احمد سيد غريب هناك في الطرف اليمين هيحصلها، بيعمل عليها مجهود كبير قوي وياخد منها ضربه مرمى نادي الشرقيه، عمل عليها جلال احمد اللي راجع قدامنا مجهود طيب. واحمد سيد غريب هو اللي بدا دلوقتي يقرب من العمق شويه ويبدا تصميم هجمات النادي الاهلي في الثلاث اربع دقائق اللي احنا لعبناهم. في النهايه ضربه مرمى، علي عادل على مهله
مواجهه قويه طبعا للشرقيه للدخان، اما فرقه تلاقي نفسها في افتتاحيه الموسم في مواجهه النادي الاهلي، حط الكره على الارض علي عمرو، برافو يا ولاد يا لعيب، ويرجع بيها لمحمد اشرف اللي بيغير اتجاه اللعب في الجبهه اليمين، انما بره الملعب الى رامي التماس. المدير الفني لنادي الشرقيه كابتن محمد علي، معاك كابتن احمد حسن على فكره استاكوزا لاعب النادي الاهلي اللي جه في بدايه الالفيه من نادي الشرقيه للدخان، اكتر من اسم على فكره كان انتقل للنادي الاهلي خلال اخر 20 سنه، على راسهم طبعا النجم احمد كشري نجم النادي الاهلي المهاجم الخطير، تلعب الكره انما مغربي يرجع لحمزه علاء كان ضاغط عليهم، حسن يحيى بتبقى في منتهى الخطوره الكور القريبه من حارس المرمى، ولازم لغه التفاهم على طول مع اخر مدافع عشان ما يحصلش اي مشاكل دفاعيه. استلام مره ثانيه محمد اشرف يمشيها لغريب احمد غريب، انما تطول منه وتبقى ضربه مرمى. لسه اللقاء محاولات للنادي الاهلي من منطقه وسط الملعب، فريق الشرقيه للدخان عامل كثافات عدديه من قبل منتصف الملعب بتاعه عشان يعمل زحمه كده ويقفل المساحات تماما على اوراق اللعب المهمه زي محمد فخري واحمد سيد غريب، اكتر واحد لمس الكوره لغايه دلوقتي احمد غريب، ومعاه الطرف الشمال محمد اشرف، ياخدها علي عمرو ده من المنطقه ممكن يزقها لمحمد فخري، انما يطلع علي عادل ويحل الازمه الدفاعيه في محاوله هجوميه للنادي الاهلي. يبقى تاني مره النادي الاهلي يظهر بخطوره حقيقيه على مرمى الشرقيه للدخان، مره من الجبهه الشمال العرضيه اللي عملها محمد اشرف، والمره دي كان هيستغل محمد فخري الخطا الدفاعي، انما يطلع علي عادل في اختبار جيد ليه ويمسك الكوره، يرجع بيها تاني احمد غريب لمحمد مغربي، حمزه علاء ثلاث تمريرات لغايه ما توصل لكريم سعد الله، محمد فخري مرحله تحضيريه بشكل حلو عملوها لعيبه الاحمر من وسط ملعبهم، انما مقطوعه مره ثانيه، ياخدها محمد انور من الشرقيه للدخان، ولكن ضربه حره غير مباشره في اللعبه اللي فاتت، التسلل من الخلف للامام، ادي هيثم عثمان حكم المواجهه، محمد مغربي يلغي المسافات والمشاوير يلعبها عند احمد سيد غريب، ضاغط عليه مش سايبه الدفاع، غريب غريب ممكن خطيره الاول يا ولد يا لعيب، حلوه حلوه فوقتنا اللي فاتت دي، انما برافو يا ولد علي عادل باين عليه حارس جيد، طلع خد واحده من دقيقه تقريبا، وادي المره دي يشيل من تحت العارضه اخطر كوره واشرس هجمه للنادي الاهلي في اول 7 دقائق. ادي اللعبه وبدايتها، تدخل من حسين ياسر المدافع حلق على الكوره كويس قوي احمد سيد غريب، وهو اللي خلق الفرصه والهجمه وبيسدد في المرمى اول مره، اتعمل قدامه بلوك عشان تترد ويلفها في منتهى الجمال والروعه، هنشوف اللعبه بتاعت محمد رضا الى ضربه ركنيه، هجمه خطيره للنادي الاهلي، التالق لعلي عادل حارس الشرقيه للدخان، وقلت في البدايه الاهلي هو اللي ليه السيطره والغلبه في وسط الملعب بالتمرير والاستحواذ اللي عمله مع اول 6 7 دقائق، ترجم الكلام ده بهجمتين كانت اخطرهم العرضيه اللي عملها محمد اشرف من الطرف الشمال، وبعدها اللعبه اللي طلع فيها علي عادل قبل محمد فخري، وتالت واحده بقى اللي عملها محمد رضا قدامنا مدينا ظهره اهوت بمهاره كده، وسدد بعد ما عمل الفولو والمتابعه على كوره احمد سيد غريب اللي بيشاكس مع المدافعين طول الوقت اللي فات، سلامات لعلي عادل حارس مرمى جيد. والنهارده شكل اللقاء بيقول لك مواجهه هتبقى قويه، فريق الشرقيه للدخان التكوين البدني بتاع اللعيبه جيد جدا، وقلت ان المرحله السنيه او العمريه مواليد 2001 فريق الشباب من اهم المراحل اللي بيبص عليها جهاز الفريق الاول. ادي محمد فخري يلعب على ايمن قريب في منتهى الخطوره، محمد رضا ميدو يطلع من الدفاع تترد تاني ويكمل عليها عمرو زعفان، نزل لتحت عبد الله عيد، انما تطلع بره الى رامي التماس، كان محمد فخري مأمن وراجع على وسط ملعبه، انما ياخد منها رامي التماس حسين ياسر. ادي فخري قدامنا كان انضم للنادي الاهلي من نادي المحله في يناير 2018، محمد فخري كان معار بقى الموسم اللي فات لنادي سيراميكا مع زميله شادي رضوان، هنشوف الموسم ده هيروح بيه على فين محمد فخري، واحد من اللعيبه المهمين اللي بيتطلع
الجهاز الفني ان هو يقدم مستوى طيب ويستعين بيه بقى الموسم الحالي، انما لغايه دلوقتي موجود اهو محمد فخري مع فرقته الاساسيه فريق الشباب تلعب الكره تاني. مواليد 99 على فكره محمد فخري، واحد يقول لك بيلعب مع 2001، هقول لك اللائحه ماشيه ازاي في دوري الشباب. تلعب الكره العرضيه بعد الهجمه دي، محمد اشرف يستلم مره تانيه، محمد قدام ال 18 حلوه، غريب بوش رجله على المغمض هناك في الطرف اليمين، ممكن يلعب تاني، انما تتخطف قبل ما يتلم عليها محمد رضا وجاي من ورا لقدام جلال احمد، تبقى رامي التماس في النهايه. بقول لحضراتكم فريق الشباب يستعين بلعيبه مواليد 99 و2000 من الفريق الاول، الخمسه المقيدين مع الفريق الاول يستعين بيهم فريق 2001 زائد اثنين لعيبه مقيدين بقى مع الفرقه الكبيره او الفريق الاول. عشان كده بنقول ان فخري موجود النهارده في تشكيله الكابتن عمرو انور، هتتلعب رمية التماس من عند احمد حاتم، ضغط اهلاوي 10 دقايق من البدايه، تعادل السلبي بدون اهداف، دوري الجمهوريه اهلي وشرقيه للدخان، بره تاني رمية التماس المره دي تخبط قبل ما تطلع في احمد غريب. هيلعب حاتم، احمد حاتم يلعبها جامده على الخط القدام، حمدي ياسر جاي من قلب الدفاع يقع على الارض للمره الثانيه، عبد الله عيد مهاجم الشرقيه للدخان ورايح له يطمن عليه الحكم. نشوف كده، لا محدش جه جنبه، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام، الراجل يعني بيزق الكوره مش للدرجه دي يا عبد الله، يعني حتى الخطه في ايديك. قام على طول اهوت عبد الله، اول ما راح له الحكم مفيش اي تعمد للإزاء. من وسط الملعب من جديد محمد رضا، تدخل من احمد عبد الباسط يشيل اماميه، محمد مغربي من الناحيه الثانيه، انما كان في برضه رايه تسلل، ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي. لسه برضه لغايه دلوقتي منسحبين اجباريا لعيبه الشرقيه للدخان في وسط ملعبهم نتيجه للضغط اللي عامله محمد سيد غريب وفخري ورضا كمحركات هجوميه من وسط ملعبهم لقدام. ادي محمد مغربي تلعب الكرة عالية طويلة أمامية، هيلحقها محمد أشرف، يلحقها فعلا ويدخل بيها الملعب، إنما تطول منه ما يقدرش يعمل عليها كنترول، تبقى رمي التماس. آوت لصالح أحمد عبد الباسط، جاي حسين ياسر هو اللي هيلعب، يلعب حسين ياسر لقدام في اتجاه أحمد عيد وعبد الباسط، يرد عليهم كريم سعد الله من النادي الأهلي، تماس في نفس المكان والمساحة، لسه مش قادرين يخرجوا بأي بداية هجمة أو جمل منظمة. لعيبة الأخضر الفاتح النهارده في الأزرق القميص اللي بيلعب بيه الشرقية للدخان، تمرير أمامية بيحلق عليها حمدي ياسر للمرة الثانية لعيبة النادي الأهلي، وهم بيحلقوا على الكورة كده لو قريب المهاجم حسن يحيى يعمل لهم مشاكل، لأن مرتين اتعملت بالشكل ده، كان حمدي ياسر المرتين قريب من حمزة علاء وفي ظهره على طول المهاجم، لو حط سن الجزمة تعمل لك مشكلة. استلام مرة تانية، محمد أشرف يرجع لورا إلى أحمد أشرف، خدها تاني ودخل بيها لجوه الباك الشمال أحمد أشرف، بينية حلوة خطيرة، عادل قدام ال 18 طلع الدفاع للمرة التانية، هجوم أهلاوي، تكتل دفاعي للعيبة الشرقية، محمد فخري يقع قدام ال 18 جوه ال 18، إنما الحكم قال كمل العب مفيش اي حاجه، كان عاوز منها قرار داخل منطقه الجزاء محمد فخري، انما ما فيهاش اي حاجه بكل امانه. ياخدها تاني بشكل كويس جلال احمد يلعب عرضيه، يشيل الدفاع عمرو زعفان ويكمل فيها محمد ابراهيم لقدام، انما مستني حمدي ياسر ومغربي، حمدي هو اللي بيسيطر على الكوره ويرجع عند حمزه علاء. مفيش اي اختبارات لغايه دلوقتي لحمزه علاء، رمي التماس دليل على سير اتجاه المباراه كله في اتجاه مرمى. ادي اللعبه اهي، حاطط معاه رجله كابتن الفريق احمد عيد، ومحمد فخري اللي بص للحكم كان عاوز منها قرار الكره اللي كانت جوه الصندوق، يتكلم عليها افضل مننا كابتن اسامه حسني مع نجوم التحليل الفني كابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد المنعم. استوديو تحليلي لمباراه النهارده شيء اكتر من رائع، ان انت تذيع ماتشات الشباب والناشئين على الهواء، تدي دفعه معنويه للعيبه، ولكل الانديه كمان اللي بتقابل النادي الاهلي
هيعملوا حسابهم ماتشاتهم متشافه بشكل كويس بكعب رجله بشكل حلو وفخري لمحمد اشرف من محمد لاحمد من محمد اشرف لاحمد اشرف تمريره تاني عند محمد فخري اللي بيدوروا عليه هو النقطه المحوريه في الاداء يستلم ويسلم ويشد فرقته لقدام نقل نفسه كويس احمد سيد غريب وياخد معاه رامي التماس بيعمل تحركات بعرض الملعب كانه لعيب فري كده قدام ال 18 احمد سيد غريب شفناه في البدايه بيتحرك من قدام محمد اشرف دلوقتي راح هناك عند جلال احمد انما يبقى محمد فخري هو اللي بيجي من العمق ويقرب كده من علي عمرو اللاعب رقم 7 سنتر فيرود في تشكيله النادي الاهلي خدها تاني محمد رضا انما في فاول يدي الحكم على طول ضربه حره ربع ساعه من بدايه احداث اللقاء النهارده رافع رجله قرار سليم 100% لغايه دلوقتي ماشي باللقاء بدون اي مشاكل هيثم عثمان حكم اللي قدامنا ماتشات مهمه برضو بتطلع جيل جديد من الحكام ماتشات الشباب ممكن نلاقي حكم واثنين وثلاثه بعد كده في ماتشات الدرجه الاولى ويبقى حكم دولي وهو المشوار بيبتدي كده زي اللعيبه بالظبط نفس الحال بالنسبه للتحكيم ضربه حره الشرقيه للدخان من وسط ملعبها عاليه انما ياخدها حمزه علاء الستايل بتاعه حلو قوي بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح حمزه علاء هو مصطفى شوبير الاثنين المستقبل اللي موجودين بقى مع الشناوي وعلي لطفي تمريره ممكن علي عمرو انما يطلع حارس المرمى علي عادل اللي النهارده لغايه دلوقتي عامل مباراه جيده علي عادل سواء الكره اللي طلعها من محمد رضا من تحت العارضه التسديده اللي كانت من جوه منطقه الجزاء او لما بيخرج ورا المدافعين يلم كده زي اللعبه اللي فاتت عاليه تاني مشتركه قدام ال 18 ياخدها جلال احمد برافو يا ولد يا لعيب الى احمد اشرف احمد مقطوعه تاني هيحاول عليها علي عمرو انما معاه محمد ابراهيم ويضغط عليه ما خلوش يلعب بارتياحيه علي عمرو في اللعبه اللي فاتت وراجع تاني محمد ابراهيم اهوت على مكانه في المنطقه الدفاعيه بيلعب في العمق مع عمرو زعفان وبيرجع لهم كمان محمد رضا ميدو عشان يقفلوا تماما الحته اللي قدام علي عادل حارس المرمى يطلع لفوق محمد رضا ويسيطر عليها محمد فخري في مساحه ضيقه لرضا عاوز ياخدها ويعدي بيها عدت معاه ومشيت هناك الى احمد غريب قدام ال 18 بعد نقلتين ثلاثه ياخدوها تاني لعيبه الشرقيه حسن يحيى بدا يظهر اهو في المكان الفاضي حسن يحيى يلعبها لمحمد انور محمد انور في منتهى الخطوره بعرض الملعب في منتهى الخطوره عملوا هجمه مرتده الثلاثه اللي قدام محمد انور وحسن يحيى وعبد الله عيد ثلاثه بنيانهم زي ما احنا شايفين كده لعيبه الستايل بتاعها شكله حلو في الملعب انما هنشوف هيعملوا ايه مع المدافعين حمدي ياسر ومغربي ومحمد اشرف وجلال احمد تتلعب الكره من جديد محمد رضا يسلمها الى محمد فخري لاحمد اشرف كابتن النادي الاهلي لرضا نقلتين بيبص هناك عند احمد سيد غريب فعلا يتحرك له في المكان الفاضي انما يشترك معاه احمد حاتم ورمي التماس في النهايه ادي مدرب الشرقيه للدخان الكابتن محمد علي اللي واقف قدام بدايه الهجمه اللي عند جلال احمد وبيكلم لعيبته محمد مغربي يطول لقدام حلوه ممكن خرج غلط الحارس خطيره ممكن غريب ممكن غريب خطير جول 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 علي عمرو هو اللي يسجل واحمد سيد غريب بغرابه اول مره تيجي في القايم انما اول اهداف فريق 2001 مع الدقيقه 18 هنشوف الحدوته من اولها هجمه النادي الاهلي اللي بداها جلال احمد بدماغه بعد ما لمح كده الحارس في تحرك برضه غريب جدا لعلي عادل اللي قلنا عامل مباراه طيبه واحمد سيد غريب اول مره يحطها في القايم من اللقاء اللي فات احمد سيد غريب لما لعب اللقاء الودي عنده كده سوء توفيق انما تحركات ايجابيه ليه وراحت الكوره لصاحب نصيبها علي عمرو بيسجل اول اهداف فرقته في موسم 2021-2022 1-0 للنادي الاهلي نكتب الجون الاول عن طريق علي عمرو انما يتحمل جزء كبير من الهدف الحارس علي عادل اللي خرج بدون داعي ولمحه كويس قوي جلال احمد لاعب النادي الاهلي وحطها بدماغه اول مره لاحمد سيد غريب اللي خبطت الكره بتاعته في القايم وكانت من نصيب علي عمرو يبقى 1-0 في
في الدقيقة 19 تاني علي عمرو نفسه بقى تتفتح، عاوز يعمل هات وخد مع محمد رضا، ممكن التاني خطيرة أحمد غريب من اللي جايب وشه، إنما يطلع الدفاع في الثواني الأخيرة، هجمات شرسة أهلاوية على دفاعات الشرقية للدخان، والنادي الأهلي مسيطر سيطرة كاملة، تحركات إيجابية لمحمد أشرف من وسط ملعبه اللاعب رقم 10 أحمد سيد غريب اللي قلت عامل نشاط وحيوية، إنما ما كانش عنده بخت في الكرة اللي جات له وكانت من نصيب علي عمرو، يطلع تاني مغربي من المناطق الدفاعية، محمد فخري ياخدها ويزيد بيها لقدام، فخري واحد والتاني والتالت تسديدة جامدة إنما عليت منها، أول مرة المراوغة كان شكلها حلو، الترقيص حلو إنما التسديدة عليت لخارج الملعب. 1-0 عن طريق علي عمرو، وادي فرحة لعيبة النادي الأهلي بالجون الأول، جلال الباك اليمين أهوت، اللاعب رقم 2 اللي كان سبب في جزء كبير من الهجمة الخطيرة واللي حطها بعرض الملعب لغريب وكان في ظهره علي عمرو، إنما برافو علي عمرو، تحس أن الجون سهل إنما لولا المتابعة واحد تاني كان يعتمد يقول لك خلاص أحمد سيد غريب هيخلصها سهلة ورايحة، إنما واقف ومستني وهو ده اللي خلاه يقدر يسجل فيه اللعبة اللي جابها النادي الأهلي. رمي التماس، جلال أحمد هو اللي هيلعب، ادي دكة بدلاء الشرقية للدخان اللي ظهرت قدامنا على الكادر والشاشة، يطلع الدفاع لقدام أمامية في اتجاه حسن يحيى، يطول أحمد حاتم قدام منطقة الجزاء، يشترك حمدي ياسر مع حسن يحيى للمرة الثانية، وتسديدة خارج الملعب إلى ضربة مرمى، محاولة من لعيبة الدخان على دفاعات النادي الأهلي، أدي بداية الهجمة الحلوة، ولد مغربي ده إن شاء الله يبقى حاجة حلوة أوي لعيبة النادي الأهلي، مكسب مفيش شك الفترة اللي جاية مغربي، أدي اللعبة اللي حطها كده بثقة أوي، لازم اللعيب يدي الكرة حتى لو الكرة على خط المرمى يديها الاهتمام بتاعها، بتكلم على أحمد سيد غريب إنما سجلها علي عمرو، كنت بتكلم الأول على مغربي قلب الدفاع، شفت بدأ الهجمة إزاي، هو بداية الجول بداية الحكاية والحدوتة، محمد مغربي اللي قدامنا الستايل بتاعه بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح ربنا يحفظه، تلعب تاني من مغربي اللي تحرر تماما من مكانه وطلع وزاد لقدام، الدفاع يشيل للمرة التانية، إنما التحام من محمد فخري وياخد منها فاول عبدالله عيد، من زمان ما شفناش المدافع البنيان بتاعه بيبقى قوي ولعيب كورة يقدر يمرر لقدام، يعني أحيانا كده تلاقي اللعيب قوة بدنية إنما ما عندوش الحتة اللي يبدأ بيها الهجمات زي ما عمل مغربي، أو العكس ممكن يكون جسمه قليل مدافع مش قوي قوي إنما عنده حتة الكورة حلوة ويبدأ يحرك لقدام، مغربي عنده الحتتين، آدي العرضية اللي عملها جلال والتحرك الخاطئ من الحارس أول مرة حطها أحمد سيد غريب وكمل فيها علي عمرو السنتر فيرويد، هدف النادي الأهلي اللي كان من 3-4 دقايق تقريبا منتصف الشوط الأول تقريبا، لقاء افتتاح دوري الشباب الأهلي والشرقية للدخان اللي بنتابعه مع حضراتكم على شاشة النادي الأهلي، لقاءات كتير هنتابعها باستوديو تحليلي بقيادة النجم الكبير كابتن أسامة حسني، نجوم التحليل الفني بقى في قناة الأهلي كل الأسماء الكبيرة الموجودة النهاردة معانا كابتن عادل طعيمة والكابتن شريف عبد المنعم، ترجع تاني لورا من حمدي ياسر لحمزه علاء، مفيش اي هجمات مؤثره للثلاثي الامامي عبد الله عيد ومحمد انور وحسن يحيى الثلاثه اللي في تشكيله الكابتن محمد علي المدير الفني للشرقيه للدخان، سيطروا تماما على المواقف الدفاعيه سواء حمدي ياسر او محمد مغربي من العمق الدفاعي او الاطراف جلال احمد ومحمد اشرف، لعب كره تاني الى محمد اشرف اللي بتكلم عليه، الطرف الدفاعي اللي بيتحرك بإيجابية لقدام، يلعب على طول محمد رضا مواليد 2002 على فكرة، محمد رضا هقول لحضراتكم الأسماء النهاردة اللي موجودة في التشكيلة مواليد 2002، أصغر من المرحلة السنية اللي بنلعب فيها لقاء اليوم، محمد فخري ممكن التاني فخري إنما تيجي في ظهر المدافع خطيرة للأهلوية، تيجي في ظهر
محمد رضا ميدو اللعبه الاخيره ياخدها تاني ويخلصها. حلو قوي، برافو يا ولد. احمد اشرف لعيب مهاري، احمد ممكن، انما يطلع علي عادل وتبقى ضربه ركنيه. ما زالت الهجمات الاهلاويه موجوده، تقريبا 8 9 لعيبه ملتزمين تماما في وسط ملعبهم من تشكيله الشرقيه للدخان عشان يواجهوا الضغط الهجومي الكبير اللي عاملينه لعيبه الاحمر في الخط الامامي. ادي لعبه محمد فخري كان عاوز يعملها بصباعه الكبير كده تروح هناك في الزاويه الشمال، انما جت في المدافع وضربه ركنيه في النهايه. نقل نفسه محمد اشرف عشان يلعب برجله الشمال وتلف معاه، يلعب على الايمن القريب، طالع لفوق عمرو زعفان مدافع برضه قوي، عمرو زعفان رقم 3. دي اللعبة اللي كان عدى بيها بمهارة حلوة قوي لعيب مهاري، بقول لحضراتكم كابتن النادي الاهلي احمد اشرف استلم ويتحرك، لعيب اشول من اللعيبة اللي تحب الكرة تجيلها احمد اشرف اللي قدامنا. دي الهجمة اللي خد منها الضربة الركنية وكان وصل بيها بمجهود فردي، شق طريقه ودخل منطقة جزاء عمرو زعفان واحمد حاتم. تاني ملعوبة من عند جلال، جلال لمحمد رضا على شماله يظبطها يلعبها، انما عمرو عادل طوع الكوره تترد تاني الى محمد اشرف، عرضيه خطيره، الجون التاني، جول جول جول. احمد سيد غريب يعوض الكوره اللي جت في القايم وتتعمل له عرضيه بلسم عن طريق محمد اشرف. ثنائيه اهلاويه في 25 دقيقه، ادي بدايه الهجمه وبدايه اللعبه، عملها برجله الشمال محمد رضا يطلعها الحارس على جنب علي عادل لغايه ما توصل للناحيه العكسيه لمحمد اشرف اللي بيشيل عرضيه مفيش احلى من كده وبدماغه مستنيها على القايم البعيد. احمد سيد غريب عشان يسجل اول اهدافه في الموسم الحالي وتاني اهداف النادي الاهلي في مواجهه اليوم. 2-0. علي عمرو بدا التسجيل في الدقيقه 18، ثم احمد غريب في الدقيقه 26 تقريبا، هدفين للنادي الاهلي. نتيجة منطقية لعملية السيطرة، عملية الاستحواذ الكامل في منطقة وسط الملعب، انسحاب إجباري لتشكيلة الشرقية للدخان بداية من محمد أنور وعبد الله عيد وحسن يحيى الثلاثي الأمامي اللي كانوا بيبدأوا مرحلة دفاعية في وسط ملعبهم، إنما ما جابتش نتيجة مع مهارة أحمد أشرف لاعب الوسط في تشكيلة الكابتن عمرو أنور، أو تحركات أحمد سيد غريب ومحمد فخري مع محمد رضا في الخط الأمامي ومن قدامهم علي عمرو. بيطمنوا كده على جلال احمد الباك اليمين للنادي الاهلي، برضو احد الجبهات اللي اتحركت بشكل ايجابي، المحركات الهجوميه من المناطق الدفاعيه اللي اشتغلوا النهارده الاثنين، سواء جلال احمد من الطرف اليمين او محمد اشرف من الجبهه اليسرى اللي عمل العرضيه اللي جه منها الجون الثاني. مدينا ظهر احمد سيد غريب، واحد من اللعيبه المهمين في قطاع الناشئين والشباب. احمد سيد غريب مهاجم النادي الاهلي، كان والده الكابتن سيد غريب فرود النادي الاهلي في بدايه التسعينيات، موجود في قطاع الناشئين، واحد من المدربين اللي عاملين شغل كويس قوي مع الاسماء اللي احنا قلناها في بدايه اللقاء النهارده. قطاع الناشئين بالكامل بقياده مايكل بروكيتش التشيكي، معاه الكابتن خالد بيبو رئيس القطاع. تتلعب الكوره طويله اماميه، احمد سيد غريب بيحلع على الكرة بتاعته وياخد معاها رمي التماس، هيسيبها لمحمد اشرف. ادي فرحة الجون الثاني، الهدف اللي جابه احمد غريب، وهيعمل تبديل الكابتن محمد علي المدير الفني. شايف انا يوسف اسامة رقم 20 هيبقى اول تبديلات اللقاء. ادي محمد رضا كان هو بداية الهدف الثاني، الكرة اللي خلصها لنفسه ما قدرش يمسكها من مرة واحدة علي عادل، استغلها كويس قوي بعرضية وشالها من مرة واحدة، مفيش أحلى من كده محمد أشرف، وطالع لها لفوق حطها في الزاوية العكسية. ادي حكاية الهدف الثاني للأهلاوية في مواجهة اليوم. هنشوف كده التبديل اللي هيعمله الشرقية للدخان. بيستعد يوسف أسامة وخرج احمد حاتم في اعتقادي التبديل الاول. 29 دقيقه، 2-0 اهلي وشرقيه للدخان دوري الشباب. اكتر من مرحله سنيه فيها دوري جمهوريه الموسم الحالي، مواليد 2001 دوري جمهوريه،
2003 دوري جمهورية، 2005 دوري جمهورية، 2007 دوري جمهورية، عشان اللي بيتابع بقى دوريات الناشئين وكتير بيتابع النجوم يقول لك نجوم المستقبل اللي جايين في كل الأندية بتلعب الكرة تاني. في الجنب الشمال بيقرب أحمد عيد، يرجع لورا أحمد عيد عند حسين ياسر، يطول لقدام مستنيها كريم سعد الله، خدها كريم بيطلب منه الكرة أحمد أشرف جنبه، إنما زحمة هناك في الطرف الشمال، يطلعها تاني دفاع الشرقية، رجع لورا ومأمن تماما حمد ياسر إلى حمزة علاء، حمزة علاء يلعبها لكريم سعد الله، لحمزة بيطلب منه الكرة محمد أشرف يلعبها له، إنما قريب منه عبد الله عيد، حطها دماغه على وسط الملعب عند محمد رضا، محمد رضا ياخدها ويزق لقدام أحمد سيد غريب، ممكن أحمد سيد غريب عاوز يعدل لنفسه ويسدد، تدخل دفاعي بشكل جيد، محمد رضا ميدو يخلص المشكلة الدفاعية من قدام ال 18. تاني الشرقية للدخان، طويلة أمامية هناك عند محمد أنور، يدخل عليه محمد رضا، إنما ياخد منها محمد أنور رقم 9 فاول وضربة حرة لصالح الشرقية. آخر ربع ساعة من بداية الشوط الأول، ال 45 دقيقة الأولى سيطرة أهلاوية كاملة، جونين لغاية دلوقتي عن طريق علي عمرو وأحمد سيد غريب، مفيش أي هجمات مؤثرة أو هجمات شرسة على مرمى حمزة علاء، أدي بيفوت الكرة قدام المنطقة عبد الله عيد، يطلع دفاع الأهلي عند محمد فخري، ماشي بيها محمد فخري، يروح له هناك محمد رضا يحطها له بشكل حلو، هيبدأ هو الهجمة، محمد رضا من الطرف اليمين عامل شغل كويس آخر 6-7 دقايق، محمد رضا بتحركاته الإيجابية ظهر قدام 18 عمرو زعفان ومحمد رضا ميدو ومحمد إبراهيم بشكل مكثف، وكان هو سبب في الهدف الثاني، بتكلم على محمد رضا رقم 22 في تشكيلة الكابتن عمرو أنور، رمي التماس على طول تتلعب طويلة بدماغه جلال أحمد، يرجع يظبطها كريم سعد الله لمغربي، من مغربي لحمد ياسر للخلف تماما عند حمزة علاء، بهدوء يا ولد يلعبها حمزة في وسط الملعب، كريم إلى مغربي لمحمد أشرف الباك الشمال، واحد من اللعيبة اللي أدت بشكل أكتر من جيد طوال الوقت اللي فات، محمد أشرف رقم 21، أدي كريم سعد الله، حمدي ياسر اللي قلت أول موسم ليه بقميص النادي الأهلي جايبينه من نادي دسوق، حمدي ياسر اللاعب رقم 13 ضمن أربع لعيبة ضموهم الموسم الحالي، معاهم كمال منصور من بيراميدز، عبد الرحمن مهنا من النصر، يوسف صديق من سموحة، تدعيمات على كل المستويات العمرية والسنية في قطاعات الناشئين زي الفريق الأول تماما، بيتابع القطاع في النادي الأهلي أثناء بقى الدوريات أثناء اللقاءات الودية، لعيبة برضو اللي موجودة وبيبقى ليها نظرة فيها أنها ممكن تكمل بقميص النادي الأهلي، عالية طالع لفوق على مرتين حمزة علاء ياخدها، إنما بيعطله حسن يحيى وضربة حرة لصالح حمزة علاء، بيقول الحكم هيثم عثمان إنذار، بتتعادل اللعبة مرة تانية، طلع لفوق كويس قوي حمزة علاء، طالع فوق الاتنين المهاجمين بتوع نادي الشرقية للدخان، ولازم يديله إنذار الحكم على فكرة، خلاص اللعيب اتحسب عليه قرار لازم يسيب الكورة وملوش علاقة باللعيب اللي قدامه، خدها تاني حلو أحمد أشرف يلعبها هناك في الطرف اليمين، إنما عالية بره الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لنادي الشرقية، في طبعا نادي الشرقية بقى بتاع محافظة الشرقية هبط للقسم الثالث، حاجة تزعل الأندية الكبيرة والأندية الشعبية، لم يتبقى منها إلا 6 أسماء في الدوري الممتاز بالدوري المصري، أهلي زمالك إسماعيلي اتحاد مصر محل، أدي 6 أسماء و12 فريق من الهيئات والمؤسسات والشركات، الكورة بقت دلوقتي فلوس، اللي معاه فلوس هو اللي هيكمل وهو اللي هيجيب لعيبة وهو اللي هيبقى موجود على خريطة الدوري الممتاز، بنتكلم بكل أمانة هو الوقت اللي جاي كده، عشان كده الأندية الشعبية لقت صعوبات كبيرة إنها تكمل وهبط منها أسماء للقسم الثالث. نشوف الهجمة رايح بيها وزايد حسين ياسر، تدخل دفاعي خارج الخطوط إلى رمي التماس،
ما ظهروش كتير لعيبه الشرقيه للدخان في ال 30 متر الاماميه. قادر رامي التماسي طلع ويشتت مره تاني لقدام محمد اشرف وسط الملعب. عبد الله عيد بينادي على حد من زمايله عشان يستلم عبد الله، حطها في اتجاه حسن يحيى بدماغه يشيل تاني لغايه ما تطلع بره الى تماس. ادي حوار ما بين محمد اشرف وحسن يحيى، رمي التماس على مهلهم لعيبه النادي الاهلي اللي متقدمين بجون في ال 35 دقيقه لعب، 34 دقيقه ونص بالتمام والكمال. علي عمرو بدا في الدقيقه 18 واحمد سيد غريب في الدقيقه 26. افتتاحيه دوري الشباب، اللقاء اللي بيستضيفه النهارده ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. مره تاني كريم سعد الله، حمدي ياسر، محمد مغربي ورا الحمزة علاء الى محمد مغربي من جديد، قرب منه احمد اشرف عشان يسلمه، لا الدنيا قفلت عليه، اضطر يروح هناك تاني في المساحه الفاضيه عشان يبدا من الجبهه اليمين. حمدي ياسر يجي له محمد رضا يلعبها في اتجاه جلال احمد، يخلصها كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب، ويحطها تاني لمحمد رضا، انما يتزحلق ويطلع في محمد رضا ميدو في الشرقيه للدخان، وفي محمد رضا في النادي الاهلي. محمد رضا الشرقيه للدخان، هنقول ميدو بقى رقم 6 عشان ما يحصلش لخبطه. ملعوبه كره من جديد، وقع لاعب على الارض، ان شاء الله يقوم سليم. محمد انور هو اللي واقع ولا احمد عيد؟ احمد عيد رقم 19 هو اللي واقع على الارض، ان شاء الله يقوم سليم ما فيهوش اي حاجه. اللي ما كانش متابع معانا ال 35 دقيقه اللي اتلعبوا، بدايه من اول انطلاق الشوط الاول سيطره كامله للعيبه النادي الاهلي اللي ضغطوا بكل الاوراق في منطقه وسط الملعب، المنطقه اللي بيتحرك فيها محمد فخري واحمد اشرف ومحمد رضا، وقدروا ان هم يوصلوا علي عمرو واحمد سيد غريب اكتر من مره لغايه ما جت الدقيقه 18 واتعملت عرضيه حلوه من جلال احمد، استغلوا الخطا لحارس المرمى علي عادل اللي طلع في الكره وساب المرمى خالي تماما. احمد سيد غريب اول مره حطها في القايم، ادي تعليمات من بره الجهاز الفني للنادي الاهلي. كابتن عمرو انور هو اخر واحد ناحيه الشمال كده، هيرجع على الدكه تاني، كان واحد من نجوم التسعينات على فكره كلاعب الكابتن عمرو انور مع النادي الاهلي، كان جيله بقى في الوقت ده قبل ما يطلعوا الفريق الاول كان محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن، اكتر من اسم كده كانوا موجودين نفس الفرقه بتاعتهم المرحله السنيه لغايه ما لعبوا مع الفريق الاول. ترجع الكره تاني لورا، كريم سعد الله، محمد مغربي الى كريم سعد الله، نقلتين لغايه ما توصل لعلي عمرو، انما راجع لورا عبد الله عيد عامل التغطيه الدفاعيه مع زمايله، ياخدوها تاني لعيبه النادي الاهلي انطلاقه عن طريق محمد اشرف، هيسدد جامده خطيره فوقتنا اللي فاتت دي يا ولد، كوره جامده من محمد اشرف احد الموجودين في الشوط الاول. لو حطيت كده نجوم ل 38 دقيقه اللي احنا لعبناهم، منهم محمد اشرف لاعب الجبهه الشمال اللي عمل تحركات ايجابيه على مستوى الاداء الهجومي، ومعاه كمان احمد اشرف مصمم الهجمات رقم 10 كابتن التيم، ومحمد فخري ورضا اللي قدموا ادوارهم الهجوميه. ادي تمريره اماميه في منتهى الخطوره، انما تغطيه دفاعيه من حمدي ياسر هناك عند جلال احمد، جلال وضغط عليه رقم 20 يوسف اسامه اللاعب البديل اللي قلت لحضراتكم لعب من 7-8 دقائق تقريبا، الى رمي التماس في النهايه. محاوله هجوميه للشرقيه للدخان مع اخر 6-7 دقائق من الشوط الاول، ولكن مدافعي الاحمر بيقدروا يسيطروا في كل المحاولات. جلال يطلع تاني ياخدها قدام ال 18 في منتهى الخطوره، احمد عيد تاني يتزحلق كريم سعد الله، برافو يا ولد يا لعيب، عبد الله عيد يلعبها اماميه انما بكعب رجله بشكل حلو محمد رضا يحطها تاني الى كريم سعد الله. زحمه في الطرف اليمين الدفاعي للنادي الاهلي اللي فيه جلال احمد، تسديده من بعيد انما ياخدها حمزه علاء. محاوله هجوميه
حمزة علاء يتحرك وياخدها. ادي الكرة بتاعت التسديدة اللي عملها محمد أشرف من دقيقة تقريبا. حاولوا كده في اللعبة اللي فاتت لعبة الشرقية للدخان، إنما تكتلات دفاعية مقفلين وعاملين ستارة بشرية قدام ال 18 الرباعي الخلفي، جلال أحمد ومحمد مغربي وحمدي ياسر ومحمد أشرف. تتلعب الكرة تاني عند كريم سعد الله، كريم إلى حمدي ياسر، محمد مغربي، كريم سعد الله. مرحلة تحضيرية من جديد، أربع تمريرات في وسط ملعب كريم سعد الله، محمد رضا للخلف عند حمدي ياسر إلى محمد مغربي، طويلة أمامية ممكن محمد فخري، فخري خطير خطير يلعبها لمحمد رضا، إنما يرجع لورا ويردها تاني محمد إبراهيم إلى علي عادل. ما زالت المحاولات الهجومية من نصيب النادي الأهلي، واكتفوا بهدفين خلال ال 40 دقيقة فقط لا غير، رغم ان هم كانوا قريبين يزودوا العدد تاني. ادي ضربة حرة وقع على الارض محمد انور، وفاول لصالح الشرقية للدخان. قام الكابتن عمرو انور بيتكلم مع لعيبته. ادي الكرة الاخيرة اللي خدها محمد فخري، كان عاوز يسدد على مرتين كده انما اتقفل عليه عن طريق حسين ياسر ومحمد ابراهيم، ولحقوا في الثواني الاخيرة قبل ما يتلم عليها فخري. خدها تاني محمد رضا لمحمد فخري، انطلاقه لقدام، فخري بيدور على حد من زمايله يلعبها في المكان الفاضي، برافو يا ولاد يا لعيب، في المساحه اللي راح له فيها علي عمرو. علي جاله من ورا محمد اشرف يلعب عرضيه في منتهى الخطوره، انما يتزحلق قدام المرمى احمد سيد غريب بره الملعب الى ضربه ركنيه. تحركات اكتر من رائعه لمحمد رضا، وتحركات ممتازه للاعب محمد اشرف لاعب الطرف الشمال النهارده اللي ليه دور ايجابي في بدايه هجمات النادي الاهلي. الطرف الشمال الدفاعي اللي قام بدور المحرك الهجومي الرئيسي. ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي يلعبها على طول محمد فخري خطيره، انما يطلع الدفاع للمره الثانيه، بيشيل ويطلع رقم خمسه محمد ابراهيم. هتتلعب الضربة الركنية، ادي محمد فخري قدامنا، واحد من اللعيبة اللي اشتغلوا النهاردة في بداية الهجمات. ادي محمد فخري على قايم من قريب، خطيرة مش ممكن اللي فاتت، خطيرة خطيرة. احمد سيد غريب بيعمل مجهود كبير، تحركاته ايجابية، انما حتة عدم التوفيق في اللمسة الاخيرة لازم بقى يركز احمد سيد غريب، انما اللي فاتت دي حلوة قوي، راح على قايم من قريب حطها بدماغه. ادي اللعبة اهيت يا دوبك كده فوق عرضة علي عادل. ضربة مرمى في النهاية، ما زال النادي الأهلي هو اللي مسيطر، الأهلي هو اللي موجود في المناطق الأمامية طوال الوقت اللي فات، ياخدها ويسيطر عليها محمد أشرف، فخري، محمد رضا، برضو واحد من اللعيبة اللي أجادت محمد رضا لازم نتكلم عليه، لعيب مواليد 2002 على فكرة محمد رضا، لاعب رقم 22. آدي الكرة اللي طلع لها أحمد سيد غريب، كانت لازم لتحت شوية جبهته، لو حط جبهته في أي حتة في المكان حتى القريب الزاوية الضيقة كان هيبقى الهدف الثالث، إنما محاولة جيدة. تتلعب تاني إلى أحمد أشرف، أمامية لقدام عند علي عمرو، بيطالب بلمسة يد من فوق، محمد مغربي يطلعها، إنما ياخدها تاني ويسقط لقدام حسن يحيى. تغطية دفاعية موجودة من حمدي ياسر بره الملعب، انما لسه عند محمد رضا. ثلاث نقلات تاني، ياخدها الشرقية للدخان يحطوها عند محمد انور اللي عاوز يقتحم ويروح من الطرف الشمال، خطفها كريم سعد الله الى احمد اشرف، يرجع لورا احمد لحمدي ياسر الى حمزة علاء اللي خد واحدة عرضية. حمزة علاء الاختبارات اللي جات النهاردة القليلة على مرمى النادي الأهلي. حمزة علاء للمرة الثانية يسلم كريم سعد الله، قريب منه حمدي ياسر إلى جلال أحمد. آخر دقيقة ونص من أحداث الشوط الأول، افتتاحية دوري الشباب، الأهلي والشرقية للدخان، بداية موسم 2021-2022
دوري هيبقى قوي يستحق المتابعة، هنشوف لعيبة كتير هتشارك مع الفريق الأول في فرقها، بصرف النظر طبعا على لعيبة النادي الأهلي اللي قلت كان فيه 4 أو 5 عناصر موجودين من لقاء النهاردة في الودية الأخيرة للفريق الأول، كان حمدي ياسر ومغربي وأحمد أشرف وأحمد سيد غريب ومحمد فخري، 5 أسماء دول شاركوا مع تشكيلة موسيماني في لقاء الغابة. انطلاقة تاني محمد أشرف من الجبهة الشمال، إنما يزحلق كويس قوي، عامل مجهود دفاعي كبير. حسين ياسر رقم 2، معظم الهجمات من الطرف الشمال اللي فيه محمد أشرف، هو اللي بيقتحم وهو اللي بيروح. وادي حسين ياسر اللي قلت كان عليه عبء دفاعي، طلع واشترك في أكتر من كورة إلى ضربة ركنية، ركنية للنادي الأهلي. محمد فخري صاحب براية الاختراع في الضربات الثابتة والركنيات، محمد فخري هو اللي هيلعب، هنشوف فيه متفق كده يلعب على القريبة على طول. ادي تسديدة جامدة خطيرة، انما مش ممكن اللي فاتت دي، محمد رضا كان ممكن يجيب الهدف الثالث بعرضية محمد فخري اللي قلنا هل هيلعب زي المرة الأولانية لما لعب على الأيمن القريب لأحمد سيد غريب، المرة دي عملها على الأرض بقى وجاي من ورا محمد رضا، انما تقلش كده منه وتبقى بجوار الآية. خلاص نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، في اعتقادي مش أكتر من 1 أو 2 هيديهم هيثم عثمان حكم مواجهة اليوم. تدخل من محمد أشرف وضربة حرة فاول لصالح، كان مديها تسلل من الأول، ضربة حرة غير مباشرة. محمد مغربي اللي سيطر تماما هو وحمدي ياسر على الأوراق الهجومية في تشكيلة الشرقية النهاردة، محمد أنور وعبد الله عيد وحسن يحيى ما يدروش إن هم يعملوا أي حاجة من العمق الدفاعي في ظل التمركز الجيد والرقابة وحالة التركيز اللي فيها الثنائي مغربي وحمدي ياسر. استلام مرة تانية من حمدي إلى محمد مغربي، جايله محمد أشرف إنما يرجع بيها لورا عند حمزة علاء. صفارة نهاية الشوط الأول، الأهلي متقدم على الشرقية للدخان بثنائية عن طريق علي عمرو في الدقيقة 18 وأحمد سيد غريب في الدقيقة 26. استراحة نروح فيها للاستوديو التحليلي، كابتن أسامة حسني نجم مصر والنادي الأهلي مع نجوم التحليل الفني كابتن عادل طعيمة، كابتن شمر طه محمود، أحمد عربي ومحمد ياسر. آدي دكة البدلاء بالكامل. الناحية الثانية بدأ فريق الشرقية للدخان بعلي عادل في حراسة المرمى، ومن قدامه عمرو زعفان ومحمد رضا ميدو وأحمد عبد الباسط وأحمد حاتم. آدي الأربعة الخط الخلفي، ده الهدف اللي سجله علي عمرو بعد المتابعة الجيدة لكورة أحمد سيد غريب، وده الهدف الثاني اللي كان بدايته عند محمد رضا بالتسديدة وتابعها كويس قوي محمد أشرف، وشال عرضية في منتهى الجمال والروعة لأحمد غريب. يعني أحمد غريب عمل كورة أصعب من اللي حطها في القايم، زي ما تابعنا مع الاستوديو التحليل النهاردة الكابتن أسامة حسني مقدم استاد الأجبال مع نجوم التحليل الفني كابتن عادل طعيمة والكابتن شريف عبد المنعم. نكمل بقى تشكيلة الشرقية للدخان، أحمد حاتم وعمرو زعفان ومحمد رضا ميدو وأحمد عبد الباسط رباعي المنطقة الدفاعية، خرج أحمد حاتم ولعب مكانه آخر ربع ساعة يوسف أسامة، محمد إبراهيم وأحمد عيد، حسين ياسر ثلاثي وسط الملعب مع 3 في الخط الأمامي، محمد أنور عبد الله عيد وحسن يحيى. على دكة بدلاء الشرقية أسامة ماهر حارس بديل لعلي عادل، ومعاه عمرو أشرف وزياد هاني، علي هشام يوسف أسامة أحمد بدر أحمد علاء. آدي الحكم هيثم عثمان اللي عمل شوط أول جيد بدون أي مشاكل أو اعتراضات من اللعيبة، معاه 2 مساعدين كريم السعيد وأحمد أبو سريع، إن شاء الله يبقى شوط تاني جيد على مستوى الأداء الهجومي سواء هنا أو هنا. هيبقى على يمنا الشرقية للدخان بالقميص الأخضر فأزرق والشورت الأزرق والشراب الأزرق، وعلى شمالنا الأهلي بزيه التقليدي قميص أحمر وشورت أبيض وشراب أحمر. قلنا التشكيلة هنا والتشكيلة هنا، وتابعنا الجونين مرة تانية اللي سجلهم النادي الأهلي، الجهاز الفني الكابتن عمرو أنور ومعاه الكابتن أحمد عبد الظاهر مدرب عام، والكابتن إيهاب خميس مدرب حراس مرمى، كابتن أحمد عبد الله إداري، دكتور حسن فاضل طبيب الفريق، ومعاهم الكابتن محمد حسن مخطط أحمال، ومحمد السيد للتدليك والعلاج الطبيعي. الناحية التانية مدير فني لفريق الشرقية للدخان الكابتن محمد علي، معاه كابتن أحمد حسن استاكوزا مدرب عام،
احمد استاكوزا اللي لعب للنادي الاهلي في بدايه الالفيه. ادي تبديل تاني، شايف انا زياد هاني رقم 29 من الشرقيه للدخان هينزل مع بدايه انطلاق الشوط الثاني. يبقى كده تبديلين، كان يوسف اسامه في نهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني زياد هاني. بدانا احداث الشوط الجديد، يستلم تاني احمد اشرف احد المجيدين خلال ال 45 دقيقه الاولى. كريم سعد الله يفتح الملعب لجلال احمد الطرف اليمين الدفاعي، بيدور جلال هناك عند مغربي اللي فاتح مساحه وقرب من الجبهه الشمال اللي فيها محمد اشرف، انما يردها تاني لحمدي ياسر في وسط الملعب، مقطوعه من محمد انور اللي ضغط محمد انور وبيعطل كريم سعد الله ان هو يستلم براحته. خدها تاني كريم من محمد رضا في المكان الفاضي لمحمد مغربي اللي هيتحرر ويطلع لقدام، يطول محمد مغربي بيبدا من تحت بشكل حلو قوي، عجبني محمد مغربي قلب الدفاع رقم 3، احفظوا الاسم ده كويس قوي، محمد مغربي قلب دفاع النادي الاهلي مواليد 2001. استلام تاني احمد اشرف ياخدها حلو قوي ومتطرف ناحيه الشمال، علي عمرو جوه المنطقه، تكتل دفاعي من لعيبه الشرقيه، تسديده بقلشه الى خارج الملعب ضربه مرمى، بدايه هجوميه مع اول دقيقه، انتهت بتسديده خارج برواز ومرمى علي عادل، طلع كورتين كويسين انما يسال بشكل كبير عن الهدف الاول علي عادل، بتكلم على حارس مرمى الشرقيه للدخان بره الملعب الى رمي التماس. قلت لحضراتكم متابعه النهارده الكابتن خالد بيبو موجود رئيس قطاع الناشئين في الملعب، المدير الفني للقطاع التشيكي بروكيتش، كل الامنيات الطيبه بموسم طيب لقطاع الناشئين والشباب والاكاديميات كمان في النادي الاهلي. النواه الرئيسيه اللي بتدي بقى للفريق الاول لعيبه، لو كل موسم بتطلع لك 2-3 للدرجه الاولى تبقى حاجه حلوه قوي، خلال 3-4 مواسم بتبني جيل جديد. كريم سعد الله يستلم، ضغط من قدام دلوقتي بثلاث لعيبه عاوزين يبداوا من بدري العمليه الدفاعيه، تشكيله الكابتن محمد علي لعيبه الشرقيه للدخان. محمد فخري يستلم، اتاخر شويه ياخدها لاعب البديل يوسف اسامه، انما في فاول ضربه حره لصالح محمد فخري، شال رجله كده. ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قريب طبعا من المطار، جايبين الطيارات كده في شكل حلو في الملعب. استلام يرجع لورا محمد اشرف، مغربي مغربي لمحمد فخري، اتضايقت عليه المساحه، اضطر يرجع تاني من عند البدايه محمد مغربي، حمزه علاء الى حمدي ياسر لحمزه مره تانيه، كريم سعد الله يقرب منه، كلها تمريرات عاوزين يسحبوا شويه لعيبه الدخان على وسط ملعبهم عشان يلاقوا مساحه بقى يزقوا ويطلعوا لقدام، ياخد منها فاول احمد اشرف كابتن النادي الاهلي. عايز يلعب بسرعه محمد مغربي، ما زالت النتيجه 2-0، اول 4 دقائق من الشوط الثاني، دقيقه 49، حمدي ياسر الى كريم سعد الله، محمد رضا وسط 2 لعيبه، انما يقفل عليه يوسف اسامه وياخدها ويمشيها لاحمد عيد، يلعبها لقدام احمد عيد عند اللاعب البديل زياد هاني اللي هيشتغل في الخط الامامي. زياد شايفه جاي جنب عبد الله عيد، تتلعب الكره تاني جلال احمد، كان عمل الجون الاولاني جلال بالعرضيه الحلوه اللي لمح فيها الحارس خرج من المرمى وحطها لاحمد غريب، اول مره غريب حطها في القايم، والمتابعه الجيده بقى لعلي عمرو كان من نصيبه الهدف الاول، انما عوض على طول احمد سيد غريب بجون في منتهى الجمال والروعه بالكره اللي طلع لها فوق وحطها بدماغه. دول الهدفين اللي سجلوهم النهارده. رمي التماس يلعب على طول عمرو زعفان، انما يشيلها مغربي، لسه كره مشتركه داخل صندوق حمدي ياسر ومحمد مغربي، يطلع الدفاع اماميه
مستني هناك محمد ميدو يرجع بيها ميدو للحارس علي عادل. قلت هنا في محمد رضا وهنا محمد رضا، عشان كده هنقول محمد ميدو هو اسم الشهرة بتاعه على فكرة. محمد رضا ميدو بقى في الشرقية للدخان، وفي محمد رضا لاعب النادي الأهلي رقم 22 بره الملعب، رامي التماس يلعبوها بسرعة لمحمد رضا من النادي الأهلي، ضغط دفاعي تاني عند زعفان يلعبها لقدام عمرو زعفان وبيكمل فيها يوسف أسامة، إنما للخلف تماما عند حمزة علاء، لم يتعرض إلى أي تهديدات هجومية في الشوط الأول حمزة علاء، كورتين سهلين جدا يتعامل معاهم. آدي جلال يلعب عرضية خطيرة، إنما يطلع برافو يا ولد علي عادل ياخدها وطلع من تحت المرمى بشكل جيد، ما كانتش جامدة إنما تحركه تحرك إيجابي. تلعب تاني في اتجاه مغربي، مغربي ومعاه حسن يحيى ورايح يضغط كمان رقم 18 أحمد عبد الباسط، إنما يخلصوها لعيبة النادي الأهلي. أحمد سيد غريب بدأ يظهر هو في الكادر الهجومي، أحمد غريب عرضية حلوة ممكن التالت خطير، اتأخر كتير بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا علي يا عمرو، اتأخر فيها عايز على طول التصرف والكرة جاية له يبقى واخد قرار، إنما أحمد سيد غريب يعمل هجمة في منتهى الخطورة ومنتهى الشراسة. آدي تحركات أحمد سيد غريب اتكلم عليه كويس قوي الكابتن شريف عبد المنعم مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن أسامة حسني، ويعمل عرضية الاثنين في مواجهة المرمى خدها علي عمرو، إنما يطلع يحل المشكلة الدفاعية والأزمة الدفاعية علي عادل حارس المرمى. يبقى هجمة شرسة أهلاوية في الدقيقة 52 بالتحرك الإيجابي اللي عمله أحمد سيد غريب من الطرف الشمال الهجومي وحطها عرضية سهلة في ظل حالة الفوضى الدفاعية، والمكان كان خالي تماما من الرقابة من مدافعي الدخان على فراودة النادي الأهلي، إنما ما قدرش يستغلها علي عمرو ويطلع الحارس علي عادل ويشيل هدف أكيد لصالح النادي الأهلي. سلامات لعمرو زعفان جاله شد بداية الموسم طبعا، وعايز أقول إن ده أداء جيد جدا من الفرقتين، إن أنت في انطلاق المسابقة وفي جري في الملعب ومجهود بدني مقبول جدا، لعيبة النادي الأهلي عملوا السيطرة والتحركات الإيجابية طوال الوقت اللي احنا لعبناه. ده هو تشد لعمرو زعفان، إنما أول 7 دقايق بنفس السيناريو بداية المباراة النهاردة، لعيب الوسط محمد رضا وفاخري وسيد غريب هم اللي عاملين عملية السيطرة، قام هو عمرو زعفان وبيوصله كويس قوي على عمرو. شفنا تحركات أحمد سيد غريب في الهجمة اللي فاتت، بيتكلم الحكم مع محمد أنور، عمل تبديلات الكابتن محمد علي، تبديلين من بره عشان يغير الشكل والحالة الهجومية بوجود زياد هاني رقم 29 ويوسف أسامة، لما هنشوف الحال هيتغير ولا يبقى الوضع على ما هو عليه. رامي التماس كان واقف اللعب لغاية ما تعالج عمرو زعفان، وهو اللي بيلعب التماس قدامنا في اتجاه زياد هاني في وسط الملعب، تمريرة مقطوعة من محمد أنور ياخدها النادي الأهلي محمد فخري، فخري قدام منطقة الجزاء يا ولد يا لعيب، مش لنفسه حلو قوي يلعب عرضية، تدخل دفاعي من محمد ميدو ياخدها محمد رضا لكريم سعد الله اللي لسه ضاغطين، ارتداد دفاعي وانسحاب اجباري للعيبة الشرقية للدخان في وسط ملعبهم الى رامي التماس. ادي الهجمة الخطيرة والزاوية، زاوية الاعادة بقى من ناحية تانية عشان نشوف المجهود اللي عمله احمد سيد غريب والتمريرة العرضية الحلوة، كان عايز ياخد الراجل كده ويرقصه علي عمرو، انما كان لازم قرار، قلت بالكورة جياله يعرف هو هيتصرف ازاي. خدها تاني محمد اشرف على الارض من محمد اشرف لاحمد اشرف، انما يطلع الدفاع تغطية الدفاعية حمدي ياسر بدماغه لحمزة علاء من لمسة واحدة، حمزة علاء يسلم المغربي كريم سعد الله جاي ضغط عليه كريم، احمد عيد محمد فخري يلعبها المغربي في الجنب الشمال لمحمد اشرف يا ولد يا لعيب، يقطم ويدخل لجوه تخبط الكوره عاوز يحصلها قبل الضربه الركنيه، عمل عليها مجهود كبير قوي برافو يا ولد علي عادل، لانها كانت خبطت على فكره، انما شاور المساعد كده قال له عدت خط المرمى، عمل عليها مجهود كبير علي عادل عشان ما تبقاش ركنيه. ادي الكره اللي كان عملها محمد اشرف وعدى بيها من اللاعب رقم 11 حسن يحيى وخبطت الكرة وخد منها ضربة ركنية
محمد اشرف ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي كالعاده. محمد فخري هو اللي بيلعب كل الركنيات، رايح له محمد رضا يلعبها له، ما شالش من مره واحده، استلم رضا ويلف ويعمل عرضيه، الدفاع يطلع يصطادها تاني قدام ال 18، ممكن جول، ممكن جول، جاي من ورا حمدي ياسر، حمدي خطيره، جول جول جول، مغربي مغربي مغربي، يستاهل جون الولد محمد مغربي، يحول الكوره اللي كان عملها احمد سيد غريب عشان يجيب الجون الثالث. ثلاثيه اهلاويه بعد 55 دقيقه من عمر المباراه، 10 دقايق من بدايه الشوط الثاني يسجل محمد مغربي، انما اتعملت الكوره في الزحمه، تسديده من احمد سيد غريب تيجي في المدافعين وتروح على طول لمغربي عشان يسجل الجون. ادي بدايه الحدوته والحكايه من اولها، عرضيه محمد رضا طلع الدفاع وخدها تاني محمد اشرف اللي حطها حلو قوي جوه منطقه الجزاء. حمدي ياسر حب يخلص لان كان طالع يلعب بدماغه حمدي ياسر مع مغربي ويرجعوا بيها لغايه ما توصل لاحمد سيد غريب، اخر اتنين لمسوا الكوره غريب ومغربي والجون من نصيب محمد مغربي. يبقى 3-0 للنادي الاهلي. محمد مغربي مع الدقيقه 55 وكان بدا التسجيل علي عمرو في الدقيقه 18 واحمد غريب في الدقيقه 26. استلام تاني حمدي ياسر، قلت الاثنين كانوا طالعين يلعبوا في الركنيه اللي فاتت، سواء حمدي ياسر اللي جات له الكوره وحب برضه ان هو يسجل ويتصرف، انما رجعت للخطير احمد سيد غريب. تتلعب الكوره تاني طويله اماميه في اتجاه زياد هاني، انما ترجع عند حمزه علاء يمرر حلو في قلب الملعب لاحمد اشرف، يسلمها لمحمد فخري، محمد فخري ماشي وطالع وزايد، لازم يسلم حد من زمايله وياخد بقى هو مكان عشان كده اتقطعت منه، دخل معاه زميله محمد اشرف، كره مشتركه لغايه ما توصل لكريم سعد الله الى حمدي ياسر، اتنين مساكين شكلهم عاجبني قوي، حمدي ياسر ومحمد مغربي بيأدوا بشكل طيب. مغربي صاحب الهدف الثالث يلعبها لكريم سعد الله لصاحب المجهود الكبير والتحركات الايجابيه احمد سيد غريب، مقطوعه عند عمرو زعفان على الارض يمشيها، انما تمريره بدون اي عنوان من عمرو زعفان، تتلعب في ظهره هناك عند جلال احمد، انما في اعتقادي في رايه من المساعد الاول كريم السعيد، بيتعاد الهدف ثاني. ادي اللعبه وحطها لاحمد سيد غريب وكمل فيها محمد مغربي. ادي الاعداد كلها وهنشوف بقى الاعداد تاني والفقرات بقى التحكيميه مع حكمنا الدولي السابق خبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. اماميه عند زياد هاني، زياد انما يسيطر عليها احمد عبد الباسط، يلعب عرضيه في منتهى الخطوره خطيره، انما دخل لجوه، برافو يا ولد يا لعيب. محمد اشرف يتدخل قبل ما تعمل مشكله على حمزه علاء، هجمه مرتده، احمد سيد غريب، سيد غريب البينيه، مفيش رايه، محمد رضا سيبها له، خطيره غريب، انما هنشوف المشاور المساعد على ايه؟ بيتكلم هو احمد سيد غريب مع كريم السعيد اللي ماسك فراوده النادي الاهلي في الشوط الثاني. 59 دقيقه، ادي اللعبه بتاعت احمد غريب اللي مشي بيها وكمل معاه محمد رضا وسابها له الراجل الكره وهي رايحه في اتجاهه، سابها له عشان ما يبقاش متسلل. ادي اللعبه في اعتقادي دي مش تسلل، هو اللي راح وهو اللي كمل وجاي من ورا لقدام، يتكلم عليها بقى الكابتن ناصر عباس افضل مننا بكتير. الحاله اللي فاتت دي يعني احمد سيد غريب حطها من ورا المدافعين، محمد رضا بذكاء كبير حس ان ممكن يكون هو متسلل ولا حاجه، سابها له يكمل فيها، عايزين نشوفها تاني في الاعاده، ويتكلم عليها حكمنا الكبير الكابتن ناصر عباس. اكتر من مره لعيبه الشرقيه للدخان الشد العضلي اللي جه للزعفان، ادي المره دي لحسين ياسر، قلنا بدايه الموسم او نهايه الموسم عمليه التحميل والاحمال البدنيه بقى على اللعيبه، النهارده افتتاحيه الدوري دوري الشباب 2021-2022، الفريق اللي هيبدا ياخد منه عناصر المنتخب الاولمبي الكابتن شوقي غريب اللي هيكون هو برضه المدير الفني، المره دي مستر شوقي غريب مكان الكابتن شوقي غريب. الكابتن شوقي اخر واحد تولى مهمه
المنتخب الاولمبي، خد بيهم بطوله افريقيا. ادي تسديده جامده، تسديده جامده انما بعيده عن المرمى، واحنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي واحد من المدربين الكبار في الكره المصريه، سواء في رحلته بقى كمدير فني لمنتخبات الشباب والناشئين المنتخب الاولمبي بكل امانه، وتولى المهمه من جديد بقى زي ما قلت لحضراتكم. تتلعب الكره تاني عند محمد فخري الى احمد سيد غريب احد نجوم المباراه النهارده، جاب جون وعمل تحركات في منتهى الجمال والروعه، يعدل لنفسه محمد رضا، يفوتها غريب يا ولد يا لعيب لاحمد اشرف، ياخد منها ركنيه. سيطره اهلاويه كامله وانسحاب للعيبه الدخان على حدود ال 18 في معظم فترات اللقاء، انسحاب اجباري نتيجه للضغط الهجومي اللي عاملينه عناصر النادي الاهلي اللي موجودين على مستوى اللعب والاداء الهجومي النهارده، احمد سيد غريب وفخري ومحمد رضا ومعاهم كمان احمد اشرف، الاربع اسماء اللي اتحركت في الخط الامامي في وجود علي عمرو المهاجم الصريح قدام الصندوق. ادي محمد فخري بيشاور لزمايله المره دي على ايمن القريب ما عليتش معاه، يشتت بره محمد انور اللي راجع يقدم خدماته الدفاعيه الى رمي التماس. تتلعب تاني، محمد رضا جوه 18 خطيره عرضيه، طلع الدفاع عن طريق محمد ميدو، ركنيات كتير للنادي الاهلي لازم بقى تستغل بشكل مثالي. انت متقدم بثلاث اجوان انما جالك عدد كبير من الضربات الركنيه، ما تفكرش في النتيجه اللي انت وصلت لها لان ممكن تكون مباراه متقفله، هتبقى الحلول عندك في الركنيات والفاولات. النهارده 3-0 وتقدر تجيب اجوان تاني. رمي التماس محمد اشرف يلعبها لفخري، تخبط وتطلع بره فاحمد عبد الباسط اللي راجع من وسط ملعبه لاعب رقم 18. لعب تاني عند محمد رضا لمحمد اشرف، عرضيه يشيلها حلو ممكن بدماغه تعدي من قدام علي عمرو بشكل غريب، لازم علي كان يبص كده شويه ويرفع عينه لو حط فيها يا دوبك جبهته بس. ادي اللعبه ايه، وسهله جدا علي عمرو يجيب الجون الرابع. اتعملت الكوره كان عايز يطلع شويه كمان من على الارض انما تعدي من قدام علي عمرو في هجمه مهمه ومؤثره للنادي الاهلي في الدقيقه 63. عرضيه حلوه من جبهه محمد اشرف اللي قلت النهارده هو المحرك الهجومي الرئيسي في الهجمات، الجبهه الشمال الدفاعيه اللي عملت شغل كويس قوي عن طريق محمد اشرف اللي بتكلم عليه. تماس لعلي زعفان لسه ما حدش قرب له عشان يسلمه، جاله زياد هاني انما قفل عليه حمدي ياسر، فاول على زياد، بيقول الحكم عليا، قال له اه عليك انت يا زياد، وضربة حرة قريب من الكورة هيثم عثمان ومد قراره. حمدي ياسر يرجع لورا، حمزة علاء يلعب، حمزة علاء إلى محمد مغربي يقرب منه محمد فخري يسلمها له، تاني مغربي لأحمد أشرف لفخري، تلات نقلات حلوين قوي، عاجبني لعيبة النادي الأهلي لما يقربوا من بعض وسلم واستلم بشكل سلس وحلو كده زي ما احنا شايفين، اداء اكتر من رائع للعيبه عمرو انور في بدايه الموسم. تاني هجمه للدخان من الجبهه اليمين انما مقفل قاطع الميه والنور محمد مغربي على لعيبه الدخان في كل الهجمات اللي حاولوا ان هم يوصلوا ل 18 حمزه علاء في احداث مباراه اليوم. ضربه ركنيه موجوده رايح لها احمد عيد، بتتعادل اللعبه اللي فاتت، وادي التغطيه الدفاعيه بشكل حلو قوي، ورجع كمان كريم سعد الله اللي مدينا ظهره في ظهر كده مغربي، ارتداد مثالي انما خلص لهم المشكله على طول محمد مغربي. تتلعب الضربه الركنيه للخلف عند حسين ياسر، يقع على الارض حسين ما فيهاش اي حاجه، هجمه مرتده محمد فخري طالع وزايد انما يتزحلق محمد ميدو من الناحيه الثانيه، خدها برافو يا ولد يا لعيب، خلصها كويس قوي ميدو مدافع الدخان ويحطها هناك في الطرف اليمين. هجمه للشرقيه للدخان، ممكن عرضيه خطيره، طلع حمدي ياسر يا ولد يا لعيب من قدام حمزه علاء الى ضربه ركنيه، تحرك اكتر من رائع، حلوا المشكله تماما سواء مغربي من دقيقه في الهجمه اللي كانت قبلها وبعدها على طول حمدي ياسر هو اللي يتدخل ويطلع بدماغه عشان يكملوا مسلسل الاجاده ثنائي قلب الدفاع النهارده، حمدي ياسر ومحمد مغربي. ركنيه احمد عيد
كابتن الشرقيه هو اللي هيلعب، احمد عيد والركنيه 2 4 6 بالقميص الاخضر في ازرق داخل 18 مغربي، تتلعب العرضيه هناك على ايمن قريب، انما يسيطر عليها احمد اشرف اللي راجع مع زمايله دفاعيا في الركنيه اللي فاتت، يعمل هجمه مرتده. ادي ثلاثه رايحين، فخري وغريب ومعاهم احمد اشرف، انما تتعطل الهجمه كان ممكن يتصرف احمد اشرف وياخد قرار على طول بالتمرير سواء لفخري اللي طلع له على شماله او الناحيه الثانيه كان موجود احمد سيد غريب، انما هجمه مرتده تتقطع قبل ما تعمل خطوره على دفاعات محمد ميدو وعمرو زعفان ومحمد ابراهيم، ياخدوها تاني من الطرف اليمين، انما محمد مغربي هو اللي يسيطر عليها الى محمد اشرف، يرجع بيها لورا لحمزه علاء، الدقيقه 66 3-0 للنادي الاهلي، دوري الشباب 2001 افتتاحيه الموسم الاسبوع الاول. احمد سيد غريب يحطها في الزاويه الضيقه والزاويه القريبه انما في الشبكه من بره، طمع فيها كده احمد غريب لو رفع عينه وكان بص ولمح حد من زمايله. ادي اللعبه اهي اللي راح بيها احمد سيد غريب، لعيب كويس قوي، وقلت لو كل الكرات اللي بتوصل له، ادي في لمسه يد على زياد هاني، ضربه حره لصالح النادي الاهلي، وانا بتكلم على احمد غريب هيبقى كمان معدله التهديفي كبير قوي. ادي احمد سيد غريب ممكن يعلقها من فوقيه، يا ولد يا لعيب الفكره حلوه، جول 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 يا ولد يا لعيب، بتاع الصعب كله يضيع السهل ويجيب الصعب، احمد سيد غريب لسه بتكلم عليه، بقول لو احمد سيد غريب ركز في كل الكور اللي بتجيله هيبقى معدله التهديفي عالي جدا، جايب النهارده هو الراجل هدفين، هدف في الدقيقه 26 وهدف في الدقيقه 66، حطها حلو وعلقها لعبتها معاه. ادي الكره اهي شالها كده وعمله تشيب حلو قوي، احمد اشرف لاعب الوسط وهو كمان يشيلها من فوق الحارس علي عادل عشان يسجل رابع اهداف النادي الاهلي في لقاء اليوم، يبقى اربع اهداف في مباراه نجمها ال11 لاعب النهارده بما فيهم كمان حمزه علاء، ما تعرضش لاختبارات كبيره انما الاداء الجماعي لعيبه النادي الاهلي هو اللي وصلهم للنتيجه اللي قدامنا. قلنا السيطره كامله في احداث الشوط الاول اللي سجلوا فيه جونين وهدفين لغايه دلوقتي، من الدقيقه 45 للدقيقه 67 سجلوا جونين، محمد مغربي في الدقيقه 55 وبعدين احمد سيد غريب يعيد التهديف مره ثانيه لنفسه عشان يجيب جونين في لقاء النهارده بره الملعب الى رمي التماس. وقلت اي فرقه بيبقى حظها يعني صعب شويه انها تيجي في بدايه الموسم وتقابل النادي الاهلي، هيعمل اول تبديلاته كابتن عمرو انور المدير الفني للاهلاويه، شايف انا رقم 14 احمد عربي هو اللي نزل، وخرج محمد رضا احد الموجودين في لقاء اليوم، يبقى محمد رضا خرج ولعب مكانه عربي، احمد عربي رقم 14. ادي الجول اللي سجله احمد سيد غريب، انما التمريره من الاول من احمد اشرف حطها له حلو قوي من مكان صعب، خرج له حارس المرمى، كان لازم يستنى برضه ما يخرجش في المكان ده علي عادل، خرج النهارده في كورتين سهل المهمه على فراوده النادي الاهلي ان هم يسجلوا، لان كان متطرف احمد سيد غريب كان لسه هيسند الكوره ويروح لحارس المرمى، فما ياخدش قرار بالخروج مره واحده الا لو كان متاكد تماما ان هو هيوصل للكوره قبل المهاجم، وده ما كانش موجود في لعبه احمد سيد غريب، عشان كده بنقول ان في تهور في الخروج من علي عادل حارس الشرقيه للدخان. يبقى تبديل اول احمد عربي، الدخان عمل تبديلين، لعب يوسف اسامه وزياد هاني، ادي تمريره بينيه عربي اللي لسه نازل، لما يطلع برافو المره دي علي عادل، رغم الاربع تجوان شال كورتين ثلاثه بشكل جيد النهارده علي عادل، تاني في وسط الملعب يلحقها احمد اشرف لقدام، خلاص تحس ان المدافعين بداوا يهتزوا تاني، لعيبه الدخان الاربع تجوان فقدوا الثقه تماما والاخطاء بدات تكتر مع الوقت المتبقي من احداث المباراه. هذا احمد سيد غريب الكره اللي عملها لاحمد عربي اللي لسه نازل، انما خروج المره دي موفق، خرج بشكل كويس قوي علي عادل حارس المرمى،
في حد واقع على الارض، علي عادل هو اللي واقع حارس الدخان. اربع تجوان الشوط الاول بدا علي عمرو وبعدين احمد سيد غريب، والشوط الثاني محمد مغربي واحمد سيد غريب. انما الملاحظه بقى في الاربع تجوان ان كلهم اشترك فيهم احمد سيد غريب، يعني جاب جونين احمد غريب وكان سبب في الجون الاول اللي جابه علي عمرو، الكره اللي حطها في القايم وكمل فيها علي، والجون بتاع محمد مغربي هو اللي سدد الكره في اتجاه المرمى، يا دوبك كده مغربي كملها. لو حطيت النجم الاول للقاء هيبقى احمد سيد غريب، مع محمد رضا اللي خرج بتحركاته الرائعه مع احمد اشرف كاتنين صناع ومصممي هجمات للنادي الاهلي في 30 متر الاماميه في مواجهه اليوم. ده الدكتور عبد الله عبد الحليم طبيب نادي الشرقيه للدخان، اتخبط كده يمكن الراجل وهو طالع في ضلوعه ولا حاجه في الكره اللي نزل فيها شبه انفراد على احمد عربي، الكره اللي كانت من دقيقتين. واحنا بنتكلم على الاربع اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي في مواجهه اليوم، واحتفظ بتشكيلته الكابتن عمرو انور لغايه الدقيقه 69 تقريبا، كانت اول تبديلاته خروج محمد رضا من الملعب اللي ادى اللي عليه والزياده النهارده، ولعب مكان احمد عربي. في المقابل الكابتن محمد علي المدير الفني للشرقيه للدخان كان بدا تبديلاته من اخر ربع ساعه من الشوط الاول لما دفع بيوسف اسامه مكان احمد حاتم، وحس ان الجبهه الشمال عليها ضغط كبير ودفع بلعيب تاني يقابل من منطقه وسط الملعب، انما فضلت السيطره الاهلاويه ماشيه ومكمله. رجع الكره بروح طيبه لعيبه النادي الاهلي. طبعا قبل الاعاده ده الجون اللي جابه احمد سيد غريب الجون الرابع، كره طلعت. بص الكره بقى لما تكون بتخدم اللعيب يعني وهي في الهواء كده تقول طالعه بره، انما الكره لما تحب اللعيب لو حطها بودنه هتدخل جون، هي الكره كده. حيرتينا يا كوره، تتلعب الكره عاليه اماميه عند احمد عيد، تطلع بره الى رمي التماس، جلال احمد هيلعب، جلال اماميه هناك عند احمد سيد غريب، تدخل دفاعي من علي زعفان، الاثنين نفس القوه البدنيه نفس الطول نفس الستايل. بص ادي اللعبه اهيت، انما ياخدها زعفان، زعفان يشيلها لقدام، كريم سعد الله يقطع ويلعبها لجلال احمد في مساحه ضيقه، الاثنين لازم يغير ويبص الناحيه الثانيه في الجبهه الشمال، المكان بقى اللي فاضي شويه عن التكتلات الدفاعيه. صح اللي عملوه لعيبه النادي الاهلي، محمد مغربي في اتجاه محمد اشرف انما مقطوعه ثاني وفي رايه تسلل على محمد اشرف. ضربه حره غير مباشره 73 دقيقه من احداث المباراه، 17 دقيقه تقريبا على النهايه في افتتاح دوري 2001 دوري الشباب بطوله الجمهوريه. الاهلي على ملعبه متقدم برباعيه على فريق الشرقيه للدخان، واحد من ثلاث فرق صعدوا للدوري الممتاز هذا الموسم على مستوى الفريق الاول الشرقيه للدخان وفاركو وفريق فيوتشر كان اسمه كوكاكولا وبقى فيوتشر خلاص، ثلاث فرق لاول مره في تاريخهم، تسديده جامده تخبط وتقل قوتها والفعاليه، انما طلعت في اعتقادي من علي عادل وهو جاي يلحقها كده هتبقى ضربه ركنيه. ادي المتابعين في ملعب النادي الاهلي حوالين الملعب كده، طبعا بتبقى فرصه اعضاء النادي واللي موجودين يتفرجوا على الاجيال اللي جايه بقى واللعيبه المنتظر انها توصل لي الفريق الاول ان شاء الله على مهله خالص. جاي محمد اشرف من الطرف الشمال عشان يلعب الضربه الركنيه، ومن المناطق الدفاعيه بيزيد محمد مغربي وحمدي ياسر قلبي الدفاع عشان يلعبوا بدماغهم، ادي الاثنين اللي بتكلم عليهم، والضربه الركنيه موجوده تتلعب على ايمن قريب، انما يشيلها المره دي محمد ميدو، يستقبلها فخري ويرجعها تاني ليه محمد اشرف، بيعدل على شماله يلفها، يا ولد يا لعيب يا ولد يا ولد يا ولد، خماسيه اهلاويه الهدف اللي بيسجله محمد اشرف عشان يكافئ نفسه النهارده بعد المجهود الكبير اللي عمله، بيعمل واحده من الزاويه البعيده هناك من اخر الدنيا يعلقها للحارس علي عادل. 5-0 للنادي الاهلي عن طريق المره دي بقى محمد اشرف الباك الشمال، عملها حلو قوي، ادي لعبه فخري اللي سندها، وقلت بيعدل على شماله محمد اشرف، عاملها في المرمى قاصد على فكره، واحد يقول لك هو كان بيشيل عرضيه، لا الراجل عاملها في المرمى حب كده يشيلها
من تحت العارضة، إنما هدف خامس للنادي الأهلي عن طريق محمد أشرف. يبقى 5-0 الدقيقة 75، ربع ساعة وادي انفراد في منتهى الخطورة، خطيرة، إنما كان في راية، في راية مشاور أحمد أبو سريع وصفرت على طول هيثم عثمان. قلنا النهاردة إن الجبهة الشمال الدفاعية للنادي الأهلي كانت محرك هجومي رئيسي عن طريق محمد أشرف، والراجل بيترجم بقى الجون رغم إنها كانت من الناحية العكسية مش على عدلة رجله، كان بيلعب الضربة الركنية رجعت له وقدر يعدل كويس قوي ويحطها في الزاوية البعيدة. واحدة من أجمل الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي في مباراة اليوم. أدي اللعبة تاني أهي، الراجل قطم ورقص وعدل وعمل كل اللي هو عايزه ويعلقها هناك في الشبكة في الزاوية البعيدة لمرمى علي عادل. 5-0 للنادي الأهلي، أقل من 15 دقيقة هتكون في منتهى الصعوبة على لعيبة الدخان. في وقت بقى كده لما الفرقة السكور يكبر اللعيبة اللي خسرانة دي تقول لك يا رب الحكم يصفر دلوقتي. تبديل، خرج علي عمرو، تبديل تاني، هنشوف مين اللي لعب مكانه. نزل رقم 9 محمد ياسر، يبقى محمد ياسر مكان علي عمرو. تبديلين عملهم الكابتن عمرو انور، اول تبديل احمد عربي مكان محمد رضا، وادي محمد ياسر مكان علي عمرو. الناحيه الثانيه الدخان كان دفع بيوسف اسامه وزياد هاني، ترجع الكره تاني عند حمزه علاء، حمزه علاء لحمدي ياسر، لحمزه علاء من جديد، يحطها حلوه في اتجاه الطرف الشمال عند محمد اشرف، تترد تاني. كريم سعد الله لاعب الارتكاز الرئيسي النهارده اللي بيلعب في الدايره، كريم سعد الله، كاين النادي الاهلي بيلعب اربعه وقدامه واحد بس كريم سعد الله، والباقي بيتحرك بقى كان محمد فخري واحمد غريب ومحمد رضا قبل ما يخرج واحمد اشرف، الاربعه كانوا بيتحرروا لقدام، ما كانش حد بيلتزم في الدايره مع كريم سعد الله، نتيجه للسيطره الاهلاويه. ومفيش داعي ان انت تلعب باتنين ديفندر او اتنين ارتكاز، وهو ده اللي كان باين في الاداء الاهلاوي في لقاء النهارده من بدايته. تدخل من محمد فخري بتتعادل اللعبه، جاي له عمرو زعفان من المنطقه الدفاعيه، اعتراضات كابتن الفريق احمد عيد بيتكلم مع الحكم عشان ادى انذار. ده احمد عيد اللي قدامنا، ده كابتن فريق الشرقيه للدخان اللي خد الكارت والانذار في اللعبه اللي فاتت، داس على وش رجل محمد فخري وقريب من الكوره هيثم عثمان عشان كده اداله الكارت. مقطوعه تاني، محمد مغربي يسيبها لاحمد عربي احد بدلاء اليوم، لمغربي تاني اللي متحرر وطالع لقدام، تخبط وتيجي لمحمد فخري، يا ولد يا لعيب، جلال احمد، عرضيه خطيره لسه يسيطر عليها احمد غريب، ممكن الهاتريك ممكن، انما في لمسه يد، في لمسه يد كان هيسدد غريب وهي رايحه مره واحده، ولمسه يد. دقيقه 79 هجمه شرسه اهلاويه، انما تنتهي بضربه حره لصالح فريق الشرقيه. الشرقيه للدخان متاخر بخمس تجوان في اول لقاءاته في الدوري موسم 2021-2022. ادي لعب الجلال احمد الباك اليمين، احمد سيد غريب رايحه في المرمى، تخبط ايد في ايد محمد ياسر المهاجم اللي لسه نازل، قرار سليم 100% من الحكم. وتالت مره لعيبه يجي لها شد النهارده لعيبه الشرقيه للدخان، قلت لحضراتكم مجهود عملوه كبير، انما نتيجه تقيله بالخمس تجوان اللي سجلهم النادي الاهلي، هدفين في الشوط الاول وتلات اهداف بدايه من الدقيقه 55 لغايه الدقيقه 75. هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله استاد الاشبال الكابتن اسامه حسني فقره التحليليه والتحكيميه، هيكون نجوم التحليل الفني كابتن عادل طعيمه والكابتن شريف عبد المنعم بعد المباراه، ومعاهم فقره تحكيميه الكابتن ناصر عباس حكمنا وخبيرنا التحكيمي. لسه كل ده بيتعالج لاعب الشرقيه، معاهم لسه على الدكه بره احمد علاء واحمد بدر وعلي هشام واسامه ماهر،
وعمر اشرف باقي دكه البدلاء لنادي الشرقيه للدخان لو عملوا تبديل الراجل ما قدرش يكمل. شايف انا الجهاز الفني للنادي الاهلي هيسحب كريم سعد الله ودفع برقم 8 قدامنا احمد عبد النبي. خرج الراجل اهوت الشد اللي جاله وهيلعبوا بقى الضربه الحره. الكره كانت وقفت بلمسه يد لصالح علي عادل. اخر 10 دقائق من احداث المباراه. اماميه طويله تعدي وسط الملعب طالع لفوق جلال احمد اللي ضم لجوه. يبقى خرج الديفندر الرئيسي النهارده كريم سعد الله ولعب مكانه احمد عبد النبي. وقلت لحضراتكم ان كريم سعد الله برضه زي محمد رضا اللي خرج الاثنين مواليد 2002. قلنا النادي الاهلي الموسم اللي فات كان ضم الفرقتين على بعض 2001 2002، يعني بنشوف عناصر بتلعب لسه قدامها تاني موسم او اتنين في قطاع الناشئين. دي ميزه طبعا للعيبه ان عندها فرص انها تتواجد ما تبقاش اخر مرحله ليهم. النهارده كان موجود برضه زي ما اتكلمنا على محمد رضا وكريم سعد الله، جلال احمد الباك اليمين مواليد 2002 خرج يكمل علاجه لاعب النادي الاهلي محمد مغربي وبياخد الاذن ونزل تاني الملعب. تروح هناك عند حسن يحيى ياخدها منه عبد النبي اللي لسه نازل. يا ولد لعيب بيلعب عرضيه في منتهى الخطوره، انما تدخل دفاعي احمد غريب مش ممكن. بقى اسمه كلام يا فخري، بقى اسمه كلام. جايه لك سهله، عامل لك واحده بلسم سهله سهله اللي فاتت دي يا فخري، انما لعيب هايل فخري على فكره. تحس ان هو لعيب كره تقيل، لعيب حلو. ان شاء الله يكون ليه دور الفتره اللي جايه. ادي احمد سيد غريب نجم المباراه الاول النهارده. احمد سيد غريب خدها برده من تحت لفوق كده محمد فخري. وقلت النتيجه كانت ممكن تزيد اكتر من كده 3 4 اجوان لو اهتم الاهلاويه داخل الصندوق بكل الهجمات اللي وصلوا بيها لمرمى علي عادل. تتلعب الكره اماميه تاني هناك عند زياد هاني، ضاغط عليه حمدي ياسر، عرضيه سهله في ايد حمزه علاء. حمزه علاء يسلم على جنب لاشرف، من محمد اشرف لاحمد اشرف، محمد فخري لورا عند مغربي، انما كان ضاغط عليه زياد هاني عشان كده التمريره ما كانتش مظبوطه. برضه شد للعيبه الشرقيه للدخان. وقفت المباراه 4 مرات كلها اصابات بعيد عن الالتحامات على فكره. الاصابات اللي جت للعيبه الدخان النهارده هو حتى اللعيبه هي اللي بتفك البعض كده. شد بقى في السمانه في العضله الخلفيه، اتنوع الشد النهارده في المباراه. يكلمنا عليها النهارده الكباتن الكبار كابتن اسامه حسني والكابتن عادل طعيمه كابتن شريف عبد المنعم في الاستوديو التحليلي. بدايه انطلاق الموسم، الاحمال البدنيه للعيبه شفنا النهارده هتبقى ملاحظه برضو من الملاحظات المهمه. 4 لعيبه في تشكيله فريق الشرقيه اللي جالهم الاصابات العضليه النهارده. تلعب الكره تاني احمد اشرف من وسط ملعبه يسندها لجلال اللي داخل لجوه. يا ولد يا لعيب ممكن ياسر، ياسر خطير خطير، انما بره الملعب الى ضربه مرمى. سيطره كامله للنادي الاهلي لو تعمل نسبه استحواذ على الشاشه اكتر من 60% وممكن تقول 65% كمان. ادي اللعبه اللي اتعملت لمحمد ياسر، تحرك حلو انما تطلع منه بره المرمى. ضربه مرمى لصالح الشرقيه للدخان. علي عادل هو اللي هيلعب طويله هناك في اتجاه حسن يحيى، جاي معاه احمد عبد النبي في وسط الملعب جلال. يبقى عمل تبديل تكتيكي كمان الكابتن عمرو انور، خلى جلال احمد الباك اليمين بقى هو اللي يشتغل في المكان اللي فيه كريم سعد الله اللي سحبه، والبديل بقى احمد عبد النبي هو اللي جه في الطرف اليمين الدفاعي. يبقى تبديل من خارج الخطوط وتبديل كمان على مستوى التكتيك جوه الملعب. يبقى جلال احمد هو رقم 2 دخل اهوت الراجل في الدايره، وهتلاقي رقم 8 احمد عبد النبي بيشتغل كطرف يمين دفاعي. استلم تاني محمد اشرف، انما في دفعه
فاول على يوسف اسامه احد بدلاء نادي الدخان اللي دفعوا بيه في الشوط الثاني. في وسط الملعب احمد اشرف لعيب مهاري، لعيب حلو، من اللعيبه اللي بيجي لها الكوره وتقدر تستخدم مهاراتها الفرديه، انطلاقه حلوه، يقع ويقوم تاني بعد ما اختل توازنه احمد عبد النبي في مساحه ضيقه، عاوز يشيل ويعدي انما تطلع منه بره الى ضربه مرمى. الدقيقه 86 ادي اللعبه مره تاني بتاعه احمد عبد النبي اللي دفع بيه الكابتن عمرو انور مع اخر ربع ساعه، بيتكلم كتير كابتن الشرقيه للدخان، ادي فاول، ده ضربه حره، يعني المفروض الكابتن ده هو اللي يحتوي اللعيبه، لو لعيبه بتتكلم مع الحكم او المساعد هو يقول لهم ما تتكلموش، انما شايف انا احمد عيد مرتين ثلاثه خد انذار هو في اللقاء النهارده، كان بيتكلم مع هيثم عثمان الحكم في لقطه من 10 دقائق، والمره دي بقى حوار مع كريم السعيد المساعد الاول. ادي الحكم بيقول لهم الايد ما تتحركش. محمد فخر هيلعب الفاول من مكان حلو قوي، يلعبها فخر على الارض انما اقرب ليها المدافعين، يطلع ويشيل ويتعامل محمد ميدو، محمد ميدو ياخدها تاني فخري، يحط عرضيه قدام ال 18 يقلبها لقدام محمد ابراهيم، وفاول لصالح الدخان. شرقية للدخان متاخر بخمس تجوان، اول لقاءات الدوري خارج ملعبه، يستلم تاني يوسف اسامه، يرجع بيها لعمرو زعفان، يطول ويشيل لقدام مع عبد النبي لاعب النادي الاهلي، ياخدها ويدوس عليها ويكمل يوسف اسامه، يحركها لحسن يحيى اللي جاي دلوقتي من الجبهه الشمال، انما قفل عليه كويس قوي وجه عبد النبي، تطلع بره تخبط في زعفان وتبقى رمي التماس. ادي عمرو زعفان اللي اشتغل في الجبهه الشمال الدفاعيه النهارده في تشكيله فرقته، يرجع لورا جلال احمد اللي اتحرك تكتيكيا اخر ربع ساعه بعد نزول احمد عبد النبي ودخل في وسط الملعب، بتكلم على جلال احمد رقم 2. تاني ملعوبه حلوه من محمد مغربي قدام ال 18، عمرو زعفان يتصرف ويطلع بدماغه. دقيقه 88، 5-0 للنادي الاهلي، اماميه ملعوبه هناك عند زياد هاني، زياد عرضيه في منطقه الخطوره، تسديده جامده، عايزين يجيبوا حتى لو جون حفظ ماء الوجه النهارده لعيبه الدخان. ادي تسديده من رقم 29 اللعبه اللي فاتت زياد هاني اللي دفعوا بيه مع يوسف اسامه مع بدايه ال 45 دقيقه الثانيه، ادي اللعبه اللي حركها له حلو من الجبهه اليمين احمد عبد الباسط، انما خدها برده من تحت لفوق زياد هاني الخارج المرمى. حمزه علاء بينادي لحد من زمايله يقرب منه عشان يسلمه، لسه محدش جاله، هيلعب طويل لقدام، حطها في الطرف الشمال اللي فيه محمد اشرف، يسنده تاني انما مقطوعه، حكم مشى، هيرجع تاني بضربه حره، قرار سليم لصالح احمد اشرف، بيعتذر له هو احمد عيد، تمام كده يا احمد، عطل احمد اشرف بفاول وضربه حره لصالح الاحمر. خمس تجوان عن طريق علي عمرو في الدقيقة 18، أحمد غريب الدقيقة 26، ومحمد مغربي، أحمد غريب، محمد أشرف على التوالي دقيقة 55 والدقيقة 66 والدقيقة 75، جونين لأحمد غريب النهاردة، وكان عنصر مهم في صناعة الأهداف الثلاثة التانيين أحمد سيد غريب، ضربة مرمى في النهاية. بقول لحضراتكم خلاص اللقاء بقى تقيل على لعيبة الشرقية للدخان، عايزين الحكم يصفر حتى لو قبل نهاية الوقت الأصلي، المباريات قدام الفرق الكبيرة ولما يتعمل سكور بتعمل لك مشكلة معنوية كمان ان انت تكمل المباراة ترجع لورا، انما حاولوا على استحياء كده في اخر 10 دقايق ان هم يوصلوا. التسديدة بتاعت زياد هاني على مرمى حمزة علاء، يلعب على طول حمزة لمحمد مغربي اللي سجل جون وعمل السيطرة الدفاعية الكاملة على المهاجمين حسن يحيى ومحمد انور وعبد الله عيد، هو وزميله حمدي ياسر قفلوا عليها تماما كل المساحات والزوايا، تلعب الكره اماميه يحصلها يحطها جوه الملعب، انما في اعتقادي خرجت الكره اللي فاتت من احمد عربي، فعلا خرجت وعدت خط المرمى. خلاص ثواني على نهايه ال 90 دقيقه،
اول ثلاث نقاط في دوري الشباب 2021 2022 من نصيب عمرو انور ولاعيبته في افتتاحيه الموسم على ملعبه النهارده، في مباراه تديهم دفعه في اللقاءات القادمه ان شاء الله. استلام مره ثانيه من لاعب المهاري احمد اشرف، مقطوعه من الباك اليمين احمد عبد النبي، ياخدها تاني زياد، لعيب متحرك لعيب جيد، انما ما بداش المباراه من اولها زياد هاني لاعب رقم 29 في تشكيله الكابتن محمد علي المدير الفني لفريق الدخان. تاني ياخدها اشرف، احمد اشرف، من احمد اشرف لمحمد اشرف، يفتح مساحه هناك ويبدا من جبهته يسندها قصيره لمحمد مغربي اللي بيبدا الهجمه من تحت. حلو قوي محمد مغربي، قليل لما تلاقي مدافع كورته حلوه، محمد مغربي مدافع كورته حلوه. فخري يلعب تاني، فخري لاحمد اشرف، يا ولد يا لعيب لفخري، ممكن يا فخري، انما عاوز يعلقها يطلع وياخدها علي عادل. اتعملت حلو قوي بمهاره من احمد اشرف. بقول لحضراتكم اللاعب المهاري لاعب من اللعيبه اللي تحب الكوره تجيلها بالاستلام والتمرير والكنترول. بص الراجل عمل ايه، استلم ومرتين كده بمهاره وعمل له تمريره بينيه، ايه الجمال ده، وعاوز يعلقها فخري، انما يعمل جامب لفوق وياخدها علي عادل. ما زالت الهجمات من نصيب الاهلاويه. ادي جلال، جلال تاني يلعبها لعربي، عربي تسديده جامده انما يمسكها علي عادل. محاولات هجوميه ما زالت من نصيب النادي الاهلي، وهنشوف الحكم في اعتقادي مش هيدي وقت ضايع كتير، رغم ان في تبديلات لو كل تبديل خد له نص دقيقه يدي دقيقتين ثلاثه. ملعوبه تاني، زياد هاني، زياد ماشي بيها زياد هاني وطالع لقدام، يا ولد يا لعيب، واحد والتاني، حكم هيديله فاول. ومعاها صفاره نهايه المباراه، خماسيه اهلاويه على الشرقيه للدخان، دوري الشباب دوري 2001 اللي بدا الاهلي النهارده الاسبوع الاول على ملعبه بمدينه نصر. مبروك للاهلي، مبروك للكابتن عمرو انور وجهازه الفني، ان شاء الله يكون موسم جيد لكل فرق قطاعات الناشئين. يبقى الاستوديو التحليل النهارده بقياده الكابتن اسامه حسني ونجوم التحليل الفني كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم، وفقره تحكيميه مع الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء.